ويكي بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست، البودكاست الذي يلقي نظرة عامة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى أيت أمست، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في حلقة اليوم سنكتشف موضوعا حول دور المجتمع والأفراد في بناء محتوى موثوق حول التاريخ والتراث المغربي على ويكيبيديا، من خلال الحوار مع السيد منير عفيفي، عضو بمجموعة ويكيميديا المغرب، للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل لدور المجتمع والأفراد. أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفي. قبل البدء في الحلقة، دعوني أرحب أولا بضيفي السيد منير عفيفي، وهو محرر مغربي يشارك بشكل كبير في العديد من المشاريع في ويكيميديا، بما في ذلك مشاريع الدارجة المغربية والإنجليزية والعربية والألمانية والفرنسية، وهو أيضا مهندس برمجيات مقيم بالديار الألمانية، وعضو بمجموعة ويكيميديا المغرب، ومحرر نشيط بويكيبيديا منذ فترة طويلة. سيد منير، مرحبا بك وشكرا لك لقبول الدعوة. شكرا الأخت لبنى على الدعوة، ونتمنى أن البودكاست يكون مفيد للمستمعين. أهلا بك مرة أخرى سيد منير. سيد منير، تعتبر التاريخ والتراث المغربي من المواضيع المهمة والمثيرة للجدل، اللي ديما تيجيونا عليها أسئلة بخصوصها في مختلف منصاتنا التواصلية. لهذا الغرض خصصنا هذه الحلقة ديال هذا الشهر هذا، باش نناقشوه ونتعرفوا على دور المجتمع الويكيميديا المغربي في الحفاظ على التاريخ والتراث المغربي، من خلال الإجابة على الأسئلة ديال المتابعين ديالنا، لأنه مستمعينا الأفاضل إذا تبعتوا معنا فقد تم طرح مجموعة من الأسئلة عليكم، يعني طلبنا منكم أنه تطرحوا علينا الأسئلة بخصوص هذا الموضوع هذا، وهما اللي حاولنا أننا نجمعوهم ونطرحوهم على الضيف ديالنا. أول سؤال غادي نبداو به، واللي دائما تيروج في الذهن ديالنا، هو أنه تنقولوا أنه راه تيتم الترويج لبعض المعلومات المغلوطة أو للمعلومات المضللة، ولكن واش كنفهموا شنو المعنى ديال هذه المعلومات المغلوطة أو المضللة؟ هنا نبغي نطرح عليك السؤال، كيف نعرف هذه المعلومات المغلوطة أو المضللة؟ شكرا الأخت لبنى على السؤال. هو التعريف خصنا نفهمه في إطار ويكيبيديا، يعني ماشي بالمعنى العام ديال المعلومات المغلوطة أو المضللة، وإنما في إطار ويكيبيديا كيفاش نتعرفوا على المعلومات المغلوطة وكيفاش نصحوها. فتعريف ديال المعلومة المغلوطة في ويكيبيديا هي واحد المعلومة اللي ما مدعوماش بمصدر موثوق. يعني هنا كاين مجموعه ديال العناصر اللي ربما خصها تعريف. مثلا انه المصدر الموثوق هو واحد المصدر اللي في السياق ديال المعلومه اللي تنهضروا عليها، او المجال اللي تنهضروا عليه، او اللي تهضر عليه المقال. هذاك المصدر مشهود ليه بانه تنشر معلومات اللي عندها مصداقيه، يعني في ذاك الاطار. وبطبيعه الحال اذا تبين بان المصدر في السابق او في اي وقت نشر اخطاء او مغالطات، فذاك الموثوق اللي عند ذاك المصدر كتولي ضعيفه، فما تبقاش يستعمل كمصدر موثوق. وبالتالي المعلومه المغلوطه في ويكيبيديا كما قلت هي انها هذه المعلومه هذه ما مدعوماش. فباش نتيقنوا بان معلومه مغلوطه ولا لا، خصنا نقلبوا على هذه المعلومه في المصادر، سواء في انترنت ولا خارج انترنت. ماشي ضروري تكون معلومه موجوده في سيت انترنت، ممكن تكون في كتاب، ممكن تكون في موسوعه، في مقال صحفي الى اخره، وهكذا نقدروا ندعموا هذه المعلومه.
وهنا ما كتبقاش معلومه مغلوطه. ففي الوقت اللي إذا كانت المعلومه ما كايناش في المصدر يعني بشكل مباشر، طبعا الحال ماشي مساله ديال الاستنتاج، فيقدر الانسان ربما ياخذ معلومات، مجموعه المعلومات من مصادر ويكون استنتاج خاص به هو، فهنا ما كتبقاش معلومه، كتكون معلومه اصليه، ما كتبقاش معلومه يعني مأخوذة مباشره من المصدر. وما يمكنش نقول انها مغلوطه ولا ماشي مغلوطه، ولكن ما يمكنش نزيد هذه المعلومه في ويكيبيديا. يعني مره اخرى باش نرجع، يعني عمليا الانسان باغي يعرف واش معلومه مغلوطه ولا لا، تيمشي للمقال ديال ويكيبيديا، تيشوف ديك المعلومه وتقلب في المقال ديال ويكيبيديا واش ديك المعلومه مدعومه، يعني كيراجع المصادر اللي كاين تماك في المقال، وإلا ما لقاش دعم لديك المعلومه في المصادر اللي موجوده تقدر يقلب عاوتاني اكثر، يزيد يقلب، وإلا ما لقاش هذه المعلومه فغالبا المعلومه كتكون مغلوطه، واقل ما يقدر يديره هو انه تزيد واحد يعني واحد طاق مثلا في المقال، كيطلب المصدر لهذه المعلومه هذه، او لا يقدر كاع يحيدها، لان الا معلومه ما مدعوماش مصدر فهي ممكن تحيد من المقال. فوالا، يعني هذا هو ديال الفكره العامه، واتمنى اني اكون وصلت الفكره بشكل واضح. نعم سيد منير، في الحقيقة وصلتي الفكرة، شكرا لك. هنا جانا سؤال آخر من عند واحد المتابع، تيقول كيف يمكن الحسم في مسألة التاريخ بوجود العديد من الروايات؟ هو مسألة ديال الحسم في التاريخ ماشي دور ديال ويكيبيديا، ويكيبيديا ماشي ناشر ديال الأبحاث الأصلية كما قلت قبل، يعني أن الإنسان واحد المعلومة ما لقاهاش بشكل مباشر مذكورة في مصدر ما يمكنليش يزيدها في ويكيبيديا، واخا تبان ليه منطقية ولا استنتاج يعني عبقري أو شي حاجة بحال هكا، ما خصوش يزيدها في ويكيبيديا، تيخصو يلقى المعلومة في مصدر. وويكيبيديا كما قلت ماشي دور ديال هو الحسم، الدور ديالها هو جمع المعلومات من مجموعه المصادر وتقريب المعلومه ولا هذه المعلومات هذو للقارئ. فاذا كانوا عده روايات على واحد الحدث تاريخي او لواحد الشخصيه او اي امر من المسائل هذو، سواء في التاريخ ولا خارج التاريخ يعني في مجال اخرين، اللي خاصو يدار هو تذكر جميع هذه الروايات هذو اللي عندها يعني اللي مدعومه بمصادر موثوقه، وكتذكر هذه الروايات، يعني كتقول حسب المؤرخ كذا كذا فهاش نطرة، وحسب المؤرخ كذا كذا فهاش نطرة، يعني ماشي كتحاول توازن ولا تلقى يعني واحد سانتيز، يعني كتدمج دوك الافكار ولا دوك الروايات بواحد سانتيز جديده وكذا، حيت هنا كتولي بحال كدير واحد البحث اصلي، والبحث الاصلي ما تيداش في ويكيبيديا، البحث الاصلي كان عنده بلايص ديالو، يعني مثلا اذا كان مقال صحفي اذا خصو يمشي واحد المجله ولا جورنال مثلا وينشر ذاك المقال الصحفي، او لا يعني مثلا شي خبر جديد او لا شي اكتشاف جديد مثلا اللي عنده علاقه يعني مجال اخباري ولا مجال ديال السياسه او كذا، غيمشي كما قلت المجله او جورنال وينشر ذاك الخبر او كذا، او لا ينشر كتاب على الموضوع اللي هو اكتشف فيه شي حاجه جديده، او لا ينشر بحث اكاديمي الى اخره، تما فين يقدر الانسان ينشر بحث اصلي. في ويكيبيديا ما كنشروش الابحاث الاصليه، تنشروا غير المعلومات اللي مذكوره في المصادر، كما مذكوره في المصادر وحتى بالتنوع ديالها كتذكر كل شيء دوك المعلومات من المصادر وبالتوثيق. هذا هو يعني هذه الطريقه باش ويكيبيديا نقولوا كتحسن، واخا ماشي كتحسن ولكن غير كتوثق دوك الروايات في المقال اللي متعلق بذاك الموضوع. نعم سي منير، فمسألة الحسم كما قلت فهي ليست من اختصاص ويكيبيديا، ويكيبيديا فقط هي بلاتفورم اللي كتخلينا أننا نحط فيها يعني ما قيل كما هو من المصدر. دونك شكرا لك على الجواب ديالك. هنا كان سؤال آخر من عند أحد المتابعين، تيقول كيف تتدخل مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب للحد من تحريف المواضيع المتعلقة بالتاريخ والتراث المغربي؟ هو السؤال براسه داير واحد الافتراض، يعني انه مجموعه مستخدمي ويكيميديا المغرب عندها واحد المشروع خاص بحد من التحريف الى اخره، ف وحتى مساله ديال التحريف حد ذاتها هي ممكن نناقشوا فيها. اول حاجه، مجموعه مستخدمي ويكيميديا المغرب ماشي هذا هو الدور ديالها، هي واحد المجموعه اللي كتحاول باش دير مجموعه ديال المشاريع اللي اساسا متعلقه بالتوعيه ديال الناس خصوصا في المغرب،
يعني بالاهميه ديال المشاريع ويكيميديا، خصوصا ويكيبيديا. و يعني كتنظم مجموعه ديال المسابقات، كتنظم ورشات ديال التوعيه وديال التعليم، يعني طرق ديال الكتابه في ويكيبيديا وغيرها. يعني هي هذا هو الدور ديالها، ماشي الدور ديال تواصلي بالاساس مع الناس، ونقولوا تنظيمي. يعني كاين مجموعه ديال المشاريع متنوعه، مثلا في مسائل توثيقيه، مثلا توثيق المناطق الجغرافيه في المغرب، مسائل تقنيه الى اخره. مساله ديال التراث والتاريخ المغربي فيها بزاف ما يدار، ومجموعه ويك ميديا المغرب ما يمكنلهاش بوحدها انها تدير هذا العمل هذا. فهي بشكل غير مباشر كتعاون في المساله هذه، بان كما قلت كتشجع الناس بان باش يكتبوا في ويكيبيديا، وكتعلمهم كيفاش وكدير حاول دير متابعه معاهم باش يتعلموا كيفاش يكتبوا ويستمروا في الكتابه. ولكن يمكن لاش هي تكلف بهذا بواحد المساله اللي ضخمه بهذه الدرجه، وفيها بزاف ديال التشعبات وبزاف ديال المسائل. هذا من ناحيه ديال الدور ديال المجموعه. يعني كما قلت هو دور غير مباشر، ماشي مباشره كتخدم على واحد المشروع خاص يعني لحد من تحريف التراث او ما شابه. كافراد طبيعه الحال، يعني الاعضاء ديال ويكيميديا المغرب، فهم راه تيكسبوا على المغرب، تيكسبوا على المسائل التراثيه، المسائل التاريخيه، وراه تيديروا يعني تيدعموا المعلومات ديال مصادر موثوقه، الى لقوا معلومه غلط راه تيصحوها الى اخره. ولكن كما قلت العدد ديال الاعضاء ديال ويكيميديا المغرب ماشي كبير لواحد الدرجه اننا نقدروا نديروا اصلاحات في جميع الويكيبيديات، يعني في جميع المقالات الى اخره، لانهم يعني لوجيستيكيا مستحيل انك دير هذا العمل هذا. وغير موضوع واحد راه تقدر يشد سميتو، يعني ربما ايام ولا شهور في الخدمه باش الانسان يقدر يقدم مزيان. فكما قلت يعني ماشي مساله اللي بسيطه. من ناحيه ديال تحريف التراث، ف المهم هو كاين في سيارات يعني مسبق بانه كاين تحريف، هذه اول حاجه. ونقدر نتفق انا لحد ما انه المساله كاينه، يعني كاين مجموعه ديال المواضيع اللي فيها مشاكل واللي خاصها تصلح، دي مساله مفروغ منها. ولكن خاص الانسان يراجع المقال بعدها، ويطلع على المصادر، يقلب في مصادر مزيان، ويقارن المعلومات اللي كاين في المقال مع المصادر، ومصادر متنوعه، لان ما كاينش كما ذكر السؤال اللي قبل، انه كاين كيكونوا بزاف الروايات في التاريخ. فربما تكون واحد الروايه اللي حنا كمغاربه نقولوا تنامنوا بها او لا تنميلوا ليها اكثر، ولكن هذا ما يعنيش بان الروايات المعارضه ما يمكنلهاش تكون في المقال. يعني في ويكيبيديا كاين مجموعه ديال السياسات، منها مثلا السياسه الحياديه. والسياسه الحياديه كتقول بانه اي راي اللي عنده وزن في اطار واحد الموضوع خاص يكون ممثل في المقال. واخا يكون ذاك الراي حنا تنعارضوه وما متفقينش معاه وما بغيناش، هذا ما تيمنعش بانه راه خصو يكون في المقال. يعني اي واحد اي كتاب يعني اللي هو محايد في ويكيبيديا غادي يكتب ذاك الروايه، سواء هو متفق معاه ولا ما متفقش معاه. يعني غيكتب مجموعه ديال الروايات اللي مذكورين في المقال، سواء هو متفق معاه او لا، او على الاقل اذا كانت الروايه مذكوره ما غاديش يحيدها. اذا كانت مدعومه بمصدر فهي كاينه. كتبقى مساله غير في نقولوا طريقه الكتابه، يعني ان الانسان ما خصوش يكتب بواحد الطريقه بحيث يحاول يغلب واحد الروايه على روايه اخرى، الا ما كانوش مصادر براسهم تيديروا هذه المساله هذه. اذا ذاك لو طون ديال الكتابه مهم بزاف، لان بعض الاحيان تيقدر الانسان يكتب واحد المساله اللي هي نقولوا نسبيه، ما متفقينش عليها جميع الناس المختصين في واحد المجال، وتكتبها بشكل مطلق بحيث زعما راه هذه المساله صافي مفروغ منها وحقيقه مطلقه. فالفورميلاسيون مهمه بزاف، يعني طريقه الكتابه والاسلوب الكتابه مهم بزاف باش نبينوا بان مثلا واحد الروايه راه هي روايه ديال بعض المتخصصين ماشي ديال جميع المتخصصين، وانه كاين روايات اخرى اللي حتى هي كتقول مسائل كتعارض المساله هذه، باش نخليو القارئ هو اللي تقرر، ماشي حنا نقرروا بلاصتو. يعني هو القارئ خصنا نحترموا الذكاء ديالو، ونفهموا بانه راه هو غادي يشوف ذاك الروايات المختلفه وغادي يقرر راسه شنو اللي يعني هو في دماغه غادي يشوف شنو اللي تيبان ليه انسب او لا اصح. يعني نتمنى ان يكون جاوبت ربما على السؤال من جميع الجوانب ديالو.
نعم سيد منير، في نفس السياق جانا تعليق تقول: هناك تزييف للحقائق وتزوير للوقائع التاريخية، ويجب إثبات الحقائق بالأدلة وتوثيق الأبحاث، فما كتبه عنا العالم ليس هو ما كتبنا نحن أو كتبوه المؤرخون. تعاقب الأنظمة وطمس الحقيقة يخلق فراغا خصبا لنشر الأكاذيب، ويوجد الكثير من المصادر والقصص والروايات لا تشبه بعضها في نفس الحقبة التاريخية، إذا يجب تحليلها والتحقق منها ونشر الحقيقي منها فقط ونسف الأكاذيب. أشنو تيبان لك السيد منير في هذا التعليق هذا؟ هو بعض يعني عندي تحفظ على بعض المصطلحات اللي مستعمله هنا، يعني مش كنهضروا على اكاذيب وحقائق الى اخره، فبحال درنا ديجا قررنا شنو اللي حقيقي وشنو اللي اكاذيب، ودابا حنا غنجيو غادي نشدوا ديك الحقائق ونحطوهم ونحيدوا الاكاذيب. هذه مساله ماشي بهذه البساطه للاسف، يعني ماشي بهذه البساطه هذه. كما قلت خص الانسان يدخل، يعني خص اول حاجه خص المسائل يتعالجوا حاله بحاله، يعني خص الانسان يقرا المقال بتأني ويقرا يعني معلومه بمعلومه، جمله بجمله، ومعلومه بمعلومه، و يراجع دوك اول حاجه، بعدين يشوف في المقال براسه واش داير مصادر اللي تيدعم بها دوك المعلومات اللي كاين تما، يعني هذه اول حاجه. لان في اطار يعني مراجعة المقالات، بعض الأحيان تنشوف أنه بعض يعني الناس اللي تيجيو تيعالجوا، تنظن غيكونوا من المغرب، اللي تيجيو باش يصلحوا المقالات، ولكن بحالك تيتجاهلوا المحتوى ديال المقال، تيجي هو المعلومة ما عجباتوش، جاتو أنها غلطة أو كذا، تيجي تحيد معلومة، تدير معلومة أخرى بلاصتها، أو اللي تيغي تحيد مثلا، أو شي حاجة بحال هكا. اللي خاصو يدار هو خص مراجعة، وبعض الأحيان فاش كتراجع المعلومة تيبان لك كيفاش تم استعمال ذاك المصدر بواحد الشكل اللي هو نقولوا ماشي مضبوط. يعني نعطيك واحد المثال كونكري، يعني مثلا واحد المره كنت كنرجع المقال ديال الحرشه في ويكيبيديا الانجليزيه، والمقال في الاصل كان داير بانه الحرشه الاصل ديالها من الجزائر، بانها جزء من الجزائر، وجابوها الخبازين الجزائريين للمغرب. ف ماشي جيت هكا وحيدت المعلومه، ما عجبتنيش حيدتها، لا، دخلت للمصادر تطلعت اشنو تيقول المصادر، يعني منين جابوا هذه المعلومه هذه. ف بعد واحد البحث وداك الشيء لقيت بانه هذه المعلومه كيفاش تخدت، خداو من واحد المصدر اللي هو ارشيف ماروكان تنظن، واحد المجله اللي كانت كتنشر في النص الاول ديال القرن العشرين. فهاد الارشيف ماروكان كاتبين بانه الخبازين، بعض الخبازين الجزائريين جاو لفاس، وبالنسبه لهاد الناس هادو كانوا تيديروا واحد الخبز كيتسمى الخبز الحرشه، كانوا تيجدوا الخبز وتيديروا ديك لاسومول، داك اللي كتكون في الحرشه، تيديروا نفق منه، وهاد الخبز كان كيتسمى خبز الحرشه، ولكن هذه ماشي هي الحرشه. اذا المعلومه راه كاين واحد المعلومه نقولوا في واحد المصدر، ولكن المعلومه مستعمله بشكل مغلوط. وهنا هذه فرصه باش توضح هذه المساله هذه، يعني بلاص ما تجي من انت مسبقا كتجي كتقول لها المعلومه غلط وكتحيدها بلا ما تراجع حتى شي حاجه، كتعطي فرصه باش انك توضح بشكل مزيان هذه المساله هذه. ففي المقال مثلا دابا تنظر الا ما كانش شي واحد جا من بعده وعاود بدل شي حاجه، كتلقى بانه راه كاين هذا الخبز، هذا خبز الحرشه اللي كانوا جابوه خبازين، كانوا تيديروا خبازين جزائريين في فاس، ولكن راه هذا الخبز هذا ماشي هو الحرشه، يعني انه راه كاين فرق بين هذه المسائل هذو. وعاوتاني يعني راجعت مصادر اخرين وداك الشيء، ولقيت بزاف مصادر تيقولوا بان الحرشه اصلها من الاطلس المتوسط في المغرب، وفوالا بان يعني هي اصلها مغربيه، دونك هذا الشيء تيقولوا مصادر. لو المصادر قالوا شي حاجه اخرى، غادي ندير شي اللي كاين في المصادر، ما غاديش نتحيز لواحد الراي اللي انا تيعجبني ولا تنفضلو او شي حاجه. يعني الاساس هنا هو ديما ترجعوا للمصادر. الا كانت معلومه يعني غالطه في المصادر براسهم، اذا هنا المشكل ماشي في ويكيبيديا، المشكل في المصادر براسهم، وهنا خص الانسان يمشي للنيفو المناسب لاصلاح المعلومه، اللي هو البحث العلمي والبحث الاكاديمي. يعني اذا كان بالنسبه لي انه كاين معلومات مغلوطه اللي منشوره في مقالات اكاديميه ولا في كتبه وغيرها، خصو يمشي يعني في اطار اكاديمي، يدير بحث وينشر لك البحث،
ولا ذاك البحث تدعم من ابحاث اخرين ومن باحثين اخرين وتنشر في كتبه الى اخره، فهذاك هذيك المعلومه راه عاجلا من اجلا غتوصل لويكيبيديا. يعني حتى لما هو ما تدش هو بيديه، راه يقدر واحد اليسار اخر يقرا لك المعلومه في المصدر ويجي ويكيبيديا ويزيدها تما، ولكن ماشي في ويكيبيديا خص الانسان يصلح المشكله ده. كما قلت، اذا كان المشكل ماشي في ماشي في المصدر، اذا كان المشكل في المصدر براسه، يعني باش نعاود نوضح يعني مره اخرى، انه المعلومات اللي في ويكيبيديا خصها تكون جايه من المصادر كما هي مذكوره تماك، سواء كنا متفقين معها او لا متفقينش معها، وتيخص تكون بالتنوع ديالها اللي كاين في المصادر. يعني الا كانوا مصادر تيدعموا مجموعه الروايات مختلفين، فتيخصنا نديروا ديك الروايات كاملين حتى هما في ويكيبيديا. اذا فاش تهضروا على طمس الحقيقه او نشر الاكاذيب، بحال درنا حكم مسبق، يعني جينا احنا مسبقا وقلنا راه كاين اكاذيب وكاين كذا، وربما كاع في دماغنا احنا ديجا قررنا شنو هما هاد الاكاذيب وشنو هما هاد الحقائق هادو، وجينا بغينا نفرضوهم. وهنا تنضيعوا واحد لوبورتونيتي باش فريمون نبينوا يعني شنو نقولوا، يعني المعلومات التاريخيه كما هي، ونغنيوا المقالات، يعني نغنيوها حتى يعني كما قلت بروايات مختلفين، وحتى بمعلومات اضافيه اللي على هذه الاكاذيب بحد ذاتهم. يعني مثلا لو كان واحد التباس او واحد سوء فهم او شي حاجه، تنبينه بشكل اوضح فاش كنكونوا اصلا راجعنا المقال وطلعنا عليه مزيان بالتفاصيل دياله، وفهمنا المغالطه منين جات او ذاك الخطا منين جا، وديك الساعه كنديروا التصحيح. وحتى يعني نقطه اخرى مهمه هنا، هي كاين واحد مبدا في ويكيبيديا ديال يعني عشان نقول يعني بالانجليزيه تيقولوا اسوم جود فيث، يعني انه تعرض بان الانسان راه عنده نيه حسنه. ذاك الانسان اللي ربما ناشر او كاتب واحد الكلمه ويكيبيديا اللي ربما كتبان لك انت مغلوطه او لا ما صحيحاش، يقدر ما يكونش قاصد، يقدر يكون هو عنده هذاك هو الفهم ديالو، يقدر يكون هو قاري المعلومه في واحد المصدر اخر اللي هو عاجبه او لم متفق معاه، ومشى ذاك المعلومه خداها وحطها تماك، ف حطها في المقال في ويكيبيديا. فالانسان ما يدخلش بنيه خايبه، يدخل بعد يقول بانه راه هذا الانسان ربما عنده راي معارض، يحاول يصلح المعلومه، واذا ترى مثلا واحد النقاش او اعتراض او رد يعني من ذاك الاطراف الاخرين، يحاول يحل النقاش. وهذا الشيء علاش مثلا في ويكيبيديا، يعني في جميع صفحات ويكيبيديا تيكون صفحات نقاش، يقدر الانسان يدخل لصفحه النقاش ويطاقي ذاك الشخص اللي عنده معلومه مغلوطه او لا معارضه، ويناقش معاه، يعني يحل معاه نقاش ويشوف على شنو، يحاول يفهم وجهه النظر ديالو بكل هدوء، يعني ما يتعصبش ولا يسب ولا يتهمه بشي حاجه، يقول له انت متآمر ولا انت كتنتمي لجهه كذا. انما هذه المسائل ما عندهاش اهميه في ويكيبيديا وما خصهاش دار، واصلا تقدر تعرض للشخص للانذارات او للبلوك، يعني يقدر يتبلوكا من ويكيبيديا وما يقدرش اصلا يبدل في المقالات. فبكل هدوء الانسان يناقش ويحاول يوصل لواحد التفاهم، ولما ما وصلش للتفاهم راه كاين مجموعه الميكانيزمات باش الانسان يقدر يحقق يعني واحد الكونسنسوس، واحد الاتفاق على محتوى المقال، هي انه تقدر كاين مجموعه ديال الميكانيزمات التقنيه. مثلا في ويكيبيديا الانجليزيه كاين كتسمى ار اف سي، يعني ريكويست فور كومنت، يعني طلب ديال التعليق، اللي اوتوماتيكيا تزيد تتزاد على شكل تصنيف، يعني في يعني كيزيد ذاك الموضوع في واحد تصنيف خاص، والناس اللي مهتمين بذاك الموضوع راه تيجيو وتيعلقوا على ذاك النقطه. يعني مثلا كدير ذاك الار اف سي وكدير طلب للجماعه ديال الناس اللي تيكتبوا في ويكيبيديا، كتقول لهم واش كيبان لكم ان المعلومات كذا كذا صحيحه او لا، والناس تيعلقوا، وربما تعطي ادله، تقول مثلا فوالا راه كاين مصدر كذا مصدر كذا تيقول هذه، والناس ديك الساعه تيعلقوا تيقراوا ذاك النقاش اللي دار وتعلقوا على المعلومه. وفاش كيوصل يعني ذاك الكوميونيتي ولا الجماعه كتوصل لواحد الاتفاق، ممكن ديك الساعه تولي واحد تتولي شنو نقولوا قرار جماعي، يعني ذاك الشخص ما تيبقاش هو معزول. الا بغينا نقولوا، لان تنظر الاشكال اللي كيطرى لبعض الناس اللي تيحاولوا ايديتي في ويكيبيديا،
هو تيحس براسهم معزولين، تيجي تيناقش مع واحد الشخص او لا تيحاول يصحح المعلومه، تيجي تيحيدوا ليه ذاك التعديل ديالو، ربما توصل انه تيحل النقاش تيمشي وتيحس براسهم بوحدو، تيجيو جوج ثلاثه الناس تيتجمعوا عليه وتيقولوا ليه لا انت غلط وهادشي ما كاينش، وتيحس براسهم معزول وتيسكت ما تقدر دير والو، او اذا مثلا وصل انه تعصب وربما بدا تيساب او بدا تبدا تحيد من المقال او شي حاجه بحال هكا، تبدا يجي انذارات، ربما تتعرض للبلوك وصافي، وفي نهايه المطاف تمشي في حاله، دونك ما تيستمرش العمل ديالو. وهذا الشيء تيجي من قله الخبره بويكيبيديا وعدم المعرفه بهذه الميكانيزمات اللي كاينين ديجا. وحتى كما قلت المساله ديال الصبر، ديال انه الانسان يكون صبور بشويه، يعني بالهدوء وبواحد بشويه بشويه يحاول يدير الاصلاحات، يعني ما يحاولش ما يتخيلش بانه راه غيدخل وفي 5 دقائق غادي يصلح داك الشيء كامل اللي كاين، غادي يكتب بان ما عرفتش ان كسكسو مغربي وطاجين مغربي والقفطان مغربي ويمشي في حاله صافي ويمشي يدير يقضي اغراض ديالو. المساله ماشي بهذه البساطه هذه، يعني هاد المواضيع معقده ومتشعبه وفيها بزاف الاراء وبزاف الروايات، وخص الانسان يكون عنده الصبر في البحث في المعلومه والتحري فيها، ويقلب في الكتوبه ويقلب في المقالات العلميه ويناقش يعني كاين بزاف المسائل اللي داخله، ويعرف بانه راه ماشي بالضروره غادي يوصل لانه يدير غير المنظور اللي تيبان ليه هو صحيح، بانه يقدر المقال وغالبا المقال غادي يكونوا فيه معلومات من روايات مختلفين اللي ربما بعض منهم ما تناقش معاهم، ولكن بما ان متقى في مجموعه المصادر راه ما يمكنلاش ان تحيد من المقال، يعني على حساب الاسس ديال الويكيبيديا. وهذا المسائل هذو راه هما تيحميو المصداقيه ديال المعلومه في ويكيبيديا بشكل عام، يعني ربما في واحد الموضوع معين الانسان يحس بانه كاين تحيز او شي حاجه بحال هكا، ربما هو التصور ديالو انه واحد المعلومه راه غير صحيحه ومعلومات والمعلومات المعارضه او الروايات المعارضه راه غلطه، ولكن راه يقدر الانسان يكون في واحد الموقف اخر اللي يعني الوجود ديال المنظور ديالو هو بحد ذاته تعتبر شي حاجه اللي بوزيتيف، شي حاجه اللي ايجابيه، وهاد السياسه الحياديه اللي ذكرتها تكون في صالحه في هذه الحاله هذه. اذا الانسان خصو يعرف ان هذه السياسه راه واخا تبان في بعض الاحيان انها ضد المصلحه ديالو او ضد الراي ديالو هو، راه في حالات اخرى غتكون معاه، دونك يحاول يلتزم بالحياديه بشكل عام، باش حتى ذاك المصداقيه كتراكم مع الوقت، يعني الانسان فاش تيكون تي في ويكيبيديا وتكتب فيها، الى راكم واحد السمعه مزيانه ديال الحياديه وديال يعني استعمال المصادر بواحد الشكل مزيان والكتابه بشكل مزيان في ويكيبيديا، راه هذا في حد ذاته يعطيه مصداقيه، واذا من بعد دار واحد التبديل في ويكيبيديا تتقبل بشكل اسهل، باعتبار انه كتكون عندي خبره اكبر، باعتبار انه تيكون هو اصلا فاهم مزيان سياسه ويكيبيديا، تيكون فاهم المسائل التقنيه وداك الشيء، فتعرف مزيان كيفاش اديتو كيفاش يقاد المقال، وتعرف المقالات اللي ربما خصو يقيسهم حاليا، لان كاين بعض المقالات اللي كتكون معقدين بزاف وفيهم بزاف ديال التشعبات وماشي سهل باش انك اديتيهم، يعني خص الانسان فريمون يكون واجد، يعني موجد مجموعه ديال المصادر، مجموعه الكتوبه والمقالات الاكاديميه وداك الشيء، ويكون قاريهم، يعني بواحد ماشي ضروري يكون قاريهم كاملين، ولكن يكون قاري على الاقل العناصر اللي كتهم ذاك الموضوع، وعادي يدخل يبدا اديتي ويوجد بانه غتكون معارضه، غادي يكون واحد الدفع يعني عكسي من الناس اللي ربما تعارضوا هذيك الفكره، وخصو هو يدخل في ذاك النقاش وخصو يدخل في ذاك البروسيسوس. فكما قلت كاين واحد مجموعة ديال العمليات، يعني الانسان يقدر او مجموعه المراحل، فيقدر مثلا يدخل يبدل المقال، الى طرات معارضه واحد الشخص جاب مثلا حيد ذاك التبديلات اللي دار ذاك الانسان، تيقدر يحل معاه نقاش، فاش تيحل النقاش الى النقاش ما مشاش في البلاصه، يعني تيبقى ذاك الشيء تيدور في نفس البلاصه، تيقدر يدير ار اف سي كما قلت بالنسبه للانجليزيه، بالنسبه للوكيبات الاخرين ربما تكون شي ميكانيزم مقابل، وفي جميع الحالات يقدر الانسان يقدر يسول، كاين ديما صفحات خاصين بالمساعده يقدر الانسان يدخل لهم يسول، يقول مثلا هذه كيفاش كديروا لهذه، عافاك كنت نعرف على هذه المساله هذه ولا هذا، او لا يسول مباشره شي شخص اللي تيبان ليه ان عنده خبره، مثلا يمشي عند واحد الشخص عنده خبره ويكتب في صفحه النقاش ديالو، يكتب ليه عافاك اخويا عافاك عاوني في المساله هذه، بغيت نفهم كيفاش كتخدم مثلا هذه او كذا، يعني هذه مساله عاديه والانسان ما يحشمش، يعني يبقى يسول وهكا الناس يتعلموا، يعني لاحظت انا الناس اللي كيطوروا في ويكيبيديا هما الناس اللي تيكونوا اكتيف، يعني تيكون ولا نقول برو اكتيف، يعني هو تيمن عند راسه تمشي تيقلب وتيسول باش يعرف، ماشي تبقى شاد غير قنتو هكا وتيديتي وتيحس براسو معزول وداك الشيء، والا طرا ليه مشكل صافي تيتقلق وتمشي في حاله.
خص الانسان يكون شويه تيقلب وتيسول داكشي باش يتعرف ويكون تيصبر، واخا يجي الاحباط شويه يحاول يتأنى ويتسنى شويه ويعاود يحاول مره اخرى بطرق مختلفين، وحاول كيما تيفهم علاش بعض المسائل طراو هكا ولا ما طراوش هكا، باش يفهم كيفاش يبدل في المقالات. ربما تطولت بزاف في الشرح، ولكن زعما لان كيما قلت هذا السؤال كان فيه بزاف ديال المسائل اللي يعني احكام مسبقه اللي بغينا نقولوا، وتبع المسائل اللي خصها توضح باش الناس يفهموا مزيان زعما كيفاش الخدمه في ويكيبيديا، كيفاش كتخدم. اللي كما قلت انها كتشد وقت، يعني ماشي مساله اللي بسيطه، يعني كاين بعض المواضيع اللي ساهلين والانسان تيدخل وتيديتي وتمشي في حاله، ماشي ما كيطراو حتى شي مشاكل او كذا، ولكن كاين مواضيع اللي فيها بزاف ديال شنو نقولوا ديال الجدل. يعني مثلا بحال المسائل ديال التراث وداك الشيء فيها بزاف الجدل، وضروري الانسان خص يكون عنده واحد شويه الصبر وشويه ذاك المثابره باش يقلب وباش يخدم عليها. نعم سيد منير، صراحة في خلال الإجابة ديالك حاولت أنك تجاوب على التعليق أو السؤال من مختلف الجوانب، وكيف ما قلتي راه ضروري ومؤكد أن المحرر يتحلى بالحيادية أولا، ثم خصو يطالع على ذاك الموضوع اللي غادي يكتب عليه، خصوصا المواضيع اللي كانت تحدثوا عليها واللي خالقه واحد الجدل كبير واللي عندها واحد الحساسيه داخل، زعما حساسيه تاريخيه ومهمه جدا. دونك من الاحسن ان الانسان يحاول يطالع على المقالات المكتوبه وعلى المصادر، وهذا عاد يقدر يكتب عليها في ويكيبيديا او لا يصلح الخطأ. شكرا لك بزاف على الجواب ديالك، لانه صراحة بالنسبة لي كلام مهم او لا جواب مهم تقال لي، لانه دائما كيجيونا نفس الأسئلة، نفس الحاجات دائما تتكرر، وهذه فرصة اننا نجاوبوا عليها واننا نفهموها اكثر. فشكرا لك مرة اخرى سيد منير. هنا جا واحد التعليق تيقول نريد تصليح الخطأ في تأسيس المغرب لانه زوره. وهنا نبغيوك تهضر لينا سي منير على حادث تغيير تاريخ الدولة المغربية، والاقتصار على أن تاريخ المغرب تيبدأ بعد الاستقلال تاعو، أي في 1956. بالنسبه لهذه النقطه هذه، هو كانت فعلا كانت ترى واحد المره يعني في تنظن ماشي في ويكيبيديا، في كي داتا. وكي داتا هي بالمناسبه بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، هي واحد المشروع اخر اللي هو نقولوا بحال قاعده ديال البيانات او لا باز دوني، اللي كتجمع جميع الويكيبيديات، يعني كتربط الويكيبيديات كاملين وكدير يعني معلومات مختصره على كل موضوع. وتما كان واحد الشخص فعلا جا حيد تاريخ تأسيس المغرب، يعني دار 1956. وكان اوفيت هو الويكيداتا اللي تدير بحال تقريبا نفس المبدأ ديال ويكيبيديا، هي انها كدير المعلومه من عده مصادر، يعني انه اذا كانوا مجموعه الروايات تيقولوا مسائل مختلفين، ما كتحاولش توازن بيناتهم ولا تاخذ وحده ولا تاخذ ديك اللي منتشره بزاف او شي حاجه بحال هكا. طالما المصادر عندها واحد الموثوقيه اللي مزيانه، كتدير ذاك المعلومه وكدير المصدر ديالها وتدير المعلومه الاخرى واخا تكون معارضه ليها وكدير حتى هي المصدر ديالها. فجوستومون كما قلت كان طرا هذا المشكل هذا، وحلينا النقاش مع ذاك الشخص ووصلنا لاتفاق، يعني ما كانش اشكال في هذه الناحيه هذه. يعني طالما الانسان تيكون يعني تيدير تيخدم بواحد الشكل اللي هو كيفاش نقولوا، يعني اللي هو زعما اونيت، زعما الانسان تيكون تيخدم بواحد الشكل اللي هو اونيت، ماشي زعما تيحاول يدلس ولا تيحاول يخلق مشاكل او كذا، ما كيكونش اشكالات. يعني كما قلت ديما الانسان يفترض نيه حسنه، وهذا الشيء اللي كيطرى مثلا في الحاله هذه، الشخص في الاخر تبين انه عنده نيه حسنه، وغير هو حسب ليه بانه تاريخ تاسيس هو 1956 على حسب المصدر اللي كان عنده هو. فاش وضحنا ليه المساله وريته مجموعه المصادر ديال اللي كنت يقولوا يعني تعطيو تواريخ اخرى ديال تاسيس المغرب، قال ماشي مشكل صافي، وخلينا جميع دوك التواريخ التاسيس كلهم كاينين دابا تنظن في الصفحه ديال ويكيداتا ديال المغرب. فنفس المبدا يقدر يتطبق في المقالات ديال المغرب في مختلف الويكيبيديات على حسب اللغه.
فاش انه تيجي واحد تحيد تاريخ تاسيس وتدير واحد يعني واحد التاريخ اللي مثلا قديم وتدير واحد التاريخ اللي جديد باعتبار انه المغرب ما تستقيم وراء الاستقلال، لانه كاينين مصادر تيقولوا هذه المساله هذه. يعني المساله المهم للاسف هادشي اللي كاين، يعني كاين يعني العالم فيه بزاف ديال الاطراف، فيه بزاف ديال الايديولوجيات وغيرهم، والبعض منا عنده واحد مجموعه التوجهات او مجموعه الافكار، وتقدر بعض الافكار تعارض يعني الافكار اللي عندنا حنا كمغاربه وافكار اخرى يعني ايديولوجيات وغيرها. فكما قلت يعني الطريقه ديال التوثيق في ويكيبيديا ماشي هي تناخذوا العصا من النص او لا تنغلبوا راي على راي اخر، تنديروا جميع الاراء اللي كاينين. فاللي يقدر يتدار هو انه غتقول حسب مصادر كذا وكذا، ف تاريخ تاسيس المغرب هو كذا، مثلا ان حسب الروايه المغربيه بانه المغرب تاسس في عهد الادارسه، فوالا. ممكن ليس يرجع شي المصادر الاخرى، مثلا كاين مثلا موسوعه بريطانيكا تنظن ترجعوا تاسيس المغرب لعهد السعديين، هي باش تعتبر ان المغرب كدوله يعني بدات. يقدر الانسان يلقى كاع مصادر اخرى اللي تيقولوا بان المغرب تاسس من مملكه موريتانيا يعني ما قبل الميلاد، قبل كاع العهد ديال الرومان. اذا كما قلت كاين روايات مختلفه، وما يقدرش الانسان يدخل كما قلت مسبقا ويقول ارى هذه الروايه صحيحه وخصني نفرض هذه الروايه هذه. اللي كاين هو ان الانسان تيخصو يحاول كما قلت يعكس، يعني خص يخلي ان المقال محتوى المقال يعكس المحتوى المصادر بما فيه التنوع ديال الاراء. ف مثلا كيفاش يعني باش نرجع للنقطه او للسؤال اللي طرح، كيفاش نقدروا نصلحوا هذا المشكل هذا؟ هو انك غادي تجي لذاك المقال وغادي تزيد التواريخ اخرين، يعني غتقول مثلا حسب مصدر كذا تيقول كذا وحسب مصدر الاخر تيقول كذا وكذا والى اخره، ولكن ضروري تزيد المصادر. اذا ما زدتش المصادر اي معلومه كتزاد بدون مصدر، يقدر اي واحد اللي ما عجبهاش ديك المعلومه او بكل بساطه تيفضل ان المعلومه تكون عندها مصدر يقدر يجي وحيدة. فباش انه المعلومه تكون متقنه مزيان وتبقى بلاصتها، او على الاقل يكون عنده واحد لاشونس كبر باش تبقى بلاصتها، تيخص الانسان يزيد المصدر. الى طرح اعتراض، الى جا واحد الشخص وقال لك لا هذا الشيء ما صحيحش وحيد داك الشيء بمصادره بكل شيء، هنا الانسان كما قلت يعني ديجا شرحت الميكانيزم وانا خصني يحل النقاش معاه. اذا النقاش ما مشاش فين، يعني ما تخرجش اطراف اخرين اللي يعاونوا في النقاش باش يمشي بواحد الشكل بوزيتيف، او ذاك الشخص براسه كان شويه متعصب وما بغاش يتقبل الراي المعارض او شي حاجه بحال هكا، هنا كما قلت خص الانسان يقلب على المقابل ديال الار اف سي. تنظن ان هذا المشكل كان طريق في الويكيبيديا الفرنسويه لو كنت عاقل، فيقدر الانسان يقلب في ويكيبيديا الفرنسويه كيفاش يعني ذاك في الانجليزيه كتسمى ديسبيوت ريزولوشن او حل النزاعات، فتقلب على الصفحه الخاصه بحل النزاعات وتدير وتحل واحد الانسيدون تماك، تيقول فوالا راه عندنا مشكل في كذا كذا، فهمتي عافاكم يعني حاولوا تعطونا الراي ديالكم في هذه المساله هذه. او يقدر مثلا يطاكي اداري، هذه ممكن هذه احتمال ممكن يقلب على الليسته الاداريه، وفي ديك الليسته الاداريه يشوف واحد الاداري اللي اكتيف او اللي تي 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 دير مراجعه ديال ذاك النوع المواضيع، ويشوف ان الاداري كيفاش غادي يصلح الاشكال. بطبع الاداري براسه يقدر يكون متحيز، ماشي مع الاداري هو كيبقى انسان. فكما قلت كاين ميكانيزمات ديال الكونسنسوس اللي تيجيو من الكوميونيتي، من الجماعه، بحيث انه ما كيبقاش شخص واحد هو اللي كيما قلت ما يبقاش شخص معزول بوحده، وما تبقاش ذاك واحد الشخص واحد هو اللي تيقرر المسائل، تتولي قرار جماعي. وغالبا فاش يكون قرار جماعي اذا كان واحد المجموعه متنوعه وعندها اراء متنوعه كتكون نقولوا اقرب للحقيقه، لان حتى ذاك الانسان اللي تيكون عنده انحياز كما كان الانحياز هذا، الناس الاخرين تيوازنوا ذاك الانحياز ديالو، وبالاتفاق بيناتهم تيوصلوا لواحد الفورمول اللي كتناسب كل شيء. وكما قلت لا فورمول اللي كتناسب كل شيء في العاده في ويكيبيديا هي انه المقال تعكس المصادر بكل بساطه، بغض النظر على المصادر اش كيقولوا، يعني مصادر موثوقه بطبيعه الحال، المقال فاش يعكس المحتوى المصادر تكون اقرب للحاله المستقره ديالو. يعني نقدر نقول بان الهدف من الكتابه في ويكيبيديا والكتابه في واحد المقال في ويكيبيديا هي اننا نوصلوا ذاك المقال، نبقاو نطوروا في ذاك المقال حتى يوصل لحاله مستقره. واكثر حاله استقرارا ديال ذاك المقال هي فاش يكون تعكس
داكشي اللي كاين في المصادر، الا مقال تحتوي على جميع المعلومات المتعلقه بذاك الموضوع واللي كاينه في المصادر، راه داك اللي كاينه في المصادر راه داك المقال غيولي في الحاله مستقره، يعني ما يمكنش تزيدوا فيه شي حاجه اخرى. وفي ذاك يعني فاش كيوصل لديك الحاله، اول حاجه تيكون ممكن انه يدوز من واحد المرحله ديال انه تي ديال اش كنسميوها كنسميوها يعني ضبط معايير الجوده. فكل ويكيبيديا عندها واحد المعايير ديال الجوده ومستويات ديال المقالات على حسب الجوده. هذه نقطه مهمه اخرى، لانه كاين بعض اللي تعتقد بان ويكيبيديا صافي اي واحد تيجي يكتب اذا راه معلومات غير هكاك زعما عشوائيه ومقالات فيها بزاف الاخطاء الى اخره. كاين مقالات من انواع مختلفه، كاين مقالات اللي بجوده عيانه، وكاين مقالات اللي صعبه شويه، وكاين مقالات بجوده مزيانه، وكاين مقالات اللي مخيره الى بان نقولوا، او لا في ويكيبيديا العربيه تنظر كيسميوها مقالات مختاره. فهاد المقالات المختاره راه ماشي عشوائيا كتولي مقالات مختاره، راه كاين واحد البروسيس اللي تدوز منه وكيقدر يطلب شهور ديال الخدمه. يعني الانسان تيرشح واحد المقال، اول حاجه تيحاول يطور المقال بعدا باش يولي باش يقدر انه يكون مقال مختار. وهذه المساله كاينه في جميع الويكيبيديات، يعني سواء الانسان تيخدم في ويكيبيديا الفرنسويه ولا الانجليزيه ولا غيرها، راه نفس الميكانيزم راه كاين. ف تيحاول يطور المقال باش يكون فيه جميع المعلومات الاساسيه اللي متعلقه بالموضوع، وديك الساعه تيترشح المقال باش يكون مقال مختار، مقال مزيان او لا مختار. كاين جوج مستويات، كما مزيان عنده واحد الكريتير ديالو، ومختار تيكون عنده كريتير اصعب. وهنا الكوميونيتي كتجي كتعلق، مثلا كتقول مثلا هذا المقال ناقصه فيه معلومه كذا، هذه المعلومه فين هو المصدر ديالها، فهمت؟ يعني كيتم مراجعه دقيقه لذاك المقال ديك الساعه باش كيوصل للحاله ديال المقال مزيان او المقال مختار. وكما قلت يعني فاش يوصل لديك المرحله معناته ان المقال راه فريمون تراجع مزيان. فاللي يقدروا نقولوا انه بالنسبه للمقالات ديال ويكيبيديا، يعني الانسان اللي باغي يراجع ويكيبيديا مزيان وباغي يطورها اكثر، ربما يحاول يخدم على هذه المساله هذه، انه ياخذ المقالات اللي متعلقه بالمغرب ويحاول يطورها باش توصل لذاك المرحله هذيك، بحيث انه غيتم ترى او لا مراجعه ديال جميع النقاط اللي كاينه في ذاك المقال، حتى يوصل لواحد المرحله لانه تيكون المقال فريمون عنده واحد الجوده عاليه بزاف. بالمناسبه كاين ابحاث اللي داروا على ويكيبيديا، مقارنه ديالها مع موسوعات اخرين. مثلا واحد الباحث كان دار في 2005، يعني هذه مده طويله بزاف، ديجا هذيك كانت يلاه 4 سنين باش دارت ويكيبيديا الانجليزيه. وذاك البحث لقى بانه المقالات اللي بجوده عاليه، يعني المقالات المختاره في ويكيبيديا الانجليزيه عندها جوده اللي قريبه الموسوعات البريطانيكا اللي تكتبوها الناس متخصصين، يعني ماشي غير اي واحد تكتب في بريطانيكا، تكتبوها غير الناس اللي متخصصين في واحد المجال. فهذه المقالات واخا تكتبوها الناس اللي نقولوا عاديين وداكشي، ولكن بكثره المراجعه وبالتطوير ديالها تدريجيا والنقاش وداكشي، وصلت لمرحله انها قريبه للمستوى ديال الاكسبير، شي واحد اللي مختص في واحد المجال. ولكن طبعا هذه المساله كتعلق بالمقالات المختاره، ماشي مقال العادي. مقال فاش يبدا في الاول طبعا تيكون بجوده شويه عيانه، على حسب شكون كتبوه، على حسب كيفاش كتبوه الى اخره. ولكن كما قلت الهدف ديال ويكيبيديا هي انها، او الهدف ديال المقال اللي بنقوله هو انه يوصل لديك المرحله المستقره اللي تيكون فيه في واحد الجوده عاليه بزاف. وداكشي علاش يعني كما قلت ان كاين مجهود كبير كيدار في المساله هذه، تيخص عدد اكبر ديال الناس يحاولوا يعاونوا في تطوير المقالات، وقبل ما يحاولوا يوصلوا لهذه المرحله انهم يطوروا المقالات لهذا المستوى هذا، فخصهم اصلا يراكموا الخبره، يعني بشكل تدريجي يراكموا الخبره، وكما قلت يكونوا صبورين شويه وياخذوا الوقت ويتعلموا كيفاش تخدم ويكيبيديا، لان ويكيبيديا واحد عندها واحد كوميونيتي، واحد جماعه ديال الناس، يعني راه ماشي غير واحد السيت اللي تجي الناس عشوائيا تكتبوا يعني مسائل تما، كاين واحد الكوميونيتي اللي عندها واحد مجموعه السياسات، مجموعه ديال نقولوا ثقافه نقولوا ديال ويكيبيديا، مصطلحات خاصه بها اللي الانسان تيخصو الوقت باش يتعرف عليها ويفهمها، مجموعه ديال الصفحات ديال المساعده ولا المعاونه اللي تيكونوا فيها مجموعه ديال المسائل يعني التقنيه واداريه تنظيميه، كيفاش كدير هذه، كيفاش تلقى شنو هو مصدر الموثوق، كيفاش تتعرف عليه، كيفاش تزيدوا في المقال. يمكن بزاف العناصر اللي يمكن ليش نشرحها كلها بالتفاصيل بالتفصيل هنا، وبعض الناس انا ما عارفوش، يعني الانسان تتعلم على حسب شنو اللي تحتاج ليه، فاش تيكون في واحد الوضعيه معينه تيقلب وتيحاول يفهم ديك الوضعيه ويفهم كيفاش يتعامل معاها.
وهذه هذا هو الاساس، يعني انه الانسان ماشي يعني ماشي فكره انه خصو يحفظ هذا الشيء ولا مسبقا ولا شي حاجه، هو انه كما قلت يكون صابور وتقلب بروأكتيف، تقلب تحاول يدير مجهود ويقلب بوحده، وخا يجي شويه الاحباط يحاول يعني يتكالم شويه ويرتاح ويبعد يدير شي مسائل اخرى داك الشيء ويرجع عاوتاني من بعد ويكمل في الخدمه. فوالا تنظن هذا هو الجواب ديالي بالنسبه لهذه النقطه، واخا ربما طولت بزاف واخا بعدت على المساله ديال استقلال المغرب يعني تاريخ المغرب يعني بدايه الاستقلال، ولكن زعما بغيت نشرح بشكل عام كيفاش الانسان يقدر يصلح اي نقطه كما كانت، يعني اي نقطه اللي كتبان لي فيها مغالطه ولا فيها اشكال كيفاش يقدر يصلحها. وواحد النقطه مهمه هنا هي انه ل ل ل ل ل ل يعني بغض النظر على ل ل المعلومات اللي كاينين في المقال، الوجود ديال المنظور المغربي اللي اذا كان متق مزيان بمصادر مزيانه راه مهم بزاف في الويكيبيديا، راه الويكيبيديا ما خص ما غادي او المقال في الويكيبيديا ما غيكونش مكمول الا ما كانش فيه المنظور المغربي في المقال. هذه مساله مهمه بزاف، ولكن كما قلت ما يمكنلكش انك واحد المعلومه واخا تكون كتعارضها الا كانت متقه بواحد المصدر كما كان هذا المصدر هذا ما يمكنلكش ما تبديرهاش، غير هو تذكر تحاول تغولاتيفيزي شويه الموضوع، يعني مثلا بلاص ما تقول المغرب تاسس في عام كذا تتقول حسب المصدر كذا وكذا، فالمغرب تقول فتقول ان المغرب تاسس في العام كذا كذا، ولكن مصدر اخر تقول بان المغرب تاسس في كذا كذا، يعني هكا انت كتغولاتيفيزي المساله ما كتكسبش المعلومه بالصوت ديال الويكيبيديا، لان ماشي ويكيبيديا هي اللي كتقول هذا الشيء، واحد المصدر معين هو اللي تيقول هذه المساله هذه، وهذه مساله صحيحه حقيقيه لانه فعلا كاين مصدر اللي تيقول المساله هذه بغض النظر واش اتفقنا معاه ولا ما اتفقناش معاه. يعني كنحاولوا نكونوا موضوعيين، تنحاولوا نحطوا المعلومه كما كاينه في المصدر. في الحقيقة سي منير كنحييكم على هذا العمل الجبار والكبير اللي تقوموا به في إطار الكتابة في ويكيبيديا، وللإشارة مستمعينا الأفاضل راه هذه المجهودات الجبارة وهذا الشيء كامل اللي تيدار فهو تطوعيا، يعني راه المحررين اللي تيكتبوا راهم متطوعون في إطار هاد المشاريع هذه كلها. هنا في نفس النقطة أستاذ منير بغيت نعرف واش كاينين جهود تعاونية مع الجهات الحكومية أو المؤسسات الثقافية والتاريخية في المغرب لتعزيز حماية المواضيع التاريخية والتراثية على منصات ويكيميديا؟ شكرا على السؤال. هو انا شخصيا ما عارفش بان كاين ما فراسيش بان كاين شي تعاون خاص مع جهات حكوميه ولا مؤسسات ثقافيه. تنظن بلي كنا زعما درنا واحد كونتاكت مع الجمعيه اللي خاصه تنظن بحمايه التراث او ما شابه، ولكن لحد الساعه ما تلقينا زعما شي جواب منهم، وقلنا ان ما نقدروا نعاونهم يعني نديروا ورشه ديال التحرير، لانه كما قلت ويكيميديا المغرب ماشي عندها شي اعضاء كثار بزاف باش يمكن لها هي بوحدها تنظم شي مشروع كبير خاص بمراجعه ديال المقالات ديال التراث المغربي وداك الشيء، فضروري غادي خصنا نتعاونوا مع واحد يعني هيئات او لا جمعيات اللي هي متخصصه بهذا الموضوع في التحديد، ونوريهم كيفاش يقدروا يكتبوا في ويكيبيديا وهذه المسائل اللي هضرت عليها، يعني السياسات ومسائل التقنيه يعني حتى الاتيتيود ديال الانسان، يعني كيفاش خصو يتعامل كانسان ولا كاديتور في ويكيبيديا باش يقدر يوصل يعني انه يقاد المقالات بشكل مزيان. فهذه الخبره هذه اللي زعما اللي كاينه عند الاعضاء ديال ويكيميديا المغرب نقدروا ندوزوها لهذ الهيئات هذو في اطار ورشات، ولكن خاص تكون واحد المبادره عاوتاني من عند الهيئات هذو، يعني يقدروا في اي وقت يكونتاكتونا، يعني كاين الايميل ديال ويكيميديا المغرب كونتاكت ات wikimorocco.org، فهاد الايميل هذا يقدر الانسان في اي وقت يراسل ويكيميديا المغرب ويطلب شراكه مثلا، ولا يطلب انه دار ورشه في يعني في اي بلاصه في المغرب، ما يكونش اشكال اننا الا كانوا اشخاص يعني في يعني في تم قرابه يكون مزيان، الا ما كانوش ماشي مشكل، ممكن نصيفطوا مجموعه الناس يديروا ورشه مثلا، يديروا ورشه ديال الكتابه في ويكيبيديا، ودي مساله اللي تدار بشكل مستمر، يعني مؤخرا
كانت ورشه الفائده ديال التلاميذ في المدينه ديال الحاجب، والورشات تداروا يعني بشكل دوري في خلال العام. وغيكون مزيان ان يكونوا ورشات اخرين يعني في مناطق اخرى، حتى المناطق اللي ربما عمرنا مشينا لها قبل، غتكون مساله مزيانه. فكما قلت، حمايه التراث هو الدور ديال جميع الناس، ماشي ديال غير كميه المغرب وحدها. يعني عمليا ولوجستيكيا ما يمكنش انه وكميه المغرب بوحدها دير هذه العمليه هذه. فاي جمعيه ولا اي هيئه اللي عندها واحد الاهتمام بواحد بالتراث بشكل عام، او لا بواحد الحاجه، واحد العنصر خاص بالتراث، يعني سواء حتى في مدينه معينه او لا واحد الحرفه معينه تقليديه او غيرها، يقدروا يكونتاكتيونا ونقدروا نديروا معاهم ورشه، سواء في اونلاين نديروا يعني ب سميتو يعني ديك ليزابليكاسيون ديال التواصل بحال زوم او لا جوجل ميت او غيرهم، نقدروا نديروا معاهم ورشه تماك، او لا ورشه كاع يعني مباشره يعني في يعني ب يعني يمشيو اشخاص تماك ويتلاقاو مع الاعضاء ويديروا معاهم ورشه ديال طريقه الكتابه وغيرها. نعم أكيد، نعم أكيد سي منير. دونك اللي بغى يتواصل معنا فما عليه غير يتواصل معنا كيف ما قلتي في الإيميل أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ديالنا، فكل مرة تنجاوبوا عليهم. دونك ونجيو فيما كانوا باش يداروا الورشات، فائدة سواء التلاميذ الأساتذة أو زعما المتطوعين بصفة عامة، أي واحد باغي يتطوع وبغى يعرف معلومات فمرحبا به معنا وبيناتنا. هنا سيد منير، كيف يتم توجيه وتدريب المحررين في ويكيميديا المغرب للتعامل مع المقالات ذات الطابع التاريخي والثقافي بشكل صحيح وموضوعي؟ تنظر وقليل ربما جاوبت على اغلبيه العناصر المتعلقه بهذا السؤال هذا. يعني كاين مساله الورشات كما قلت، انه ممكن يتم تنظيم ورشات يعني مع الفائده ديال التلاميذ او الطلبه او الاساتذه حتى هما، وهذه المساله كما قلت كدار بشكل مستمر في اطار مشاريع ديال ويكيميديا المغرب. كاين المسابقات حتى هما، يعني مثلا العام اللي فات كنا نظمنا مجموعه ديال المسابقات بعده لغات ديال كتابه المواضيع المتعلقه بالمغرب، يعني سواء تاريخ، السياسه، الفن، الاداب الى غيره. يعني يعني في اطار هذه المسابقات هذو راه تنكونوا ان كونتاكت مع المتسابقين، يعني اذا كان عندهم اسئله او شي حاجه. كاين بعضهم تكون جداد يعني ما عمرهم ما بدلوا داروا تبديل في ويكيبيديا، فتنجاوبوا الاسئله ديالهم وتنحاولوا نعاونوهم ونوريهم الصفحات ديال المساعده الى اخره. وكما قلت قبل راه كاين صفحات ديال المساعده، يعني اي ويكيبيديا مشيتي ليها راه كاين يعني صفحات المساعده مثلا بالنسبه للعربي الفصحى، غادي يكونوا تبداو بمساعده جوج نقاط ومن بعد العنوان ديال الصفحه. فمثلا الانجليزيه هيلب دو بوان الى اخره، تنظن وقال الفرنسي اد دو بوان. دونك صفحات المساعده ديما عند كاين صفحه كما قلت عندهم واحد المجال خاص بهم، تيكون عندهم ذاك البريفيكس يعني كما قلت على حسب اللغه. ويقدر الانسان يمشي لدوك الصفحات ويقرا ويحاول يفهم، يعني مثلا كاين ممكن تلقى صفحه على كيفاش تزيد مصدر مثلا، او لا كيفاش تكتب مقال بشكل عام، او شنو هو الاسلوب اللي خصك تستعمل في المقال او الاساليب بشكل عام. مسائل تقنيه اخرى يعني حتى مثلا بالنسبه لفورمول مثلا ماتيماتيك وغيرهم، مثلا كاين صفحات خاصه بهذا الشيء كامل. يعني ويكيبيديا الانجليزيه مثلا فيها اكثر من 50 مليون صفحه تنظم، اغلبها ماشي مقالات. المقالات في ويكيبيديا الانجليزيه تنظم قربوا مثلا ربما قربوا ل 7 مليون مقال دابا، غتكون 6.8 ولا شي حاجه هكا مليون. ويعني الا شفتي اغلبيه المقالات راه ماشي اغلبيه ديال الصفحات ماشي مقالات، اغلبيه الصفحات هما صفحات ديال التصنيفات، ديال المعاونه، ديال النقاش. يعني كاين كما قلت بزاف ديال الصفحات اللي خارج اطار ديال المقالات. دونك الانسان ما يركزش على المقالات بوحدو، خصو يشوف حتى ذوك الصفحات الاخرين ويحب يتعرف على المشروع بشكل اوسع. ومن هذه تعرف كيفاش يتعامل مع الانسان. مثلا بالنسبه للنقاشات، شي مرات الانسان ما ماشي ضروري هو يتدخل في نقاش يعني شخصيا، ولكن تقدر يقرا النقاش وتفهم اكثر على ويكيبيديا كيفاش تخدم. يعني تيكون في الاول يعني حاجه طبيعيه في الاول الانسان ما تيكونش عارف، فتيحاول يعني بهدوء وبسكات تيتبع وتيحاول يفهم هو الاول، وعاد بشي بشي كيبدا يديتي، وربما يديتي في الاول بشكل قليل. يعني تم مساله اخرى مهمه تنقولها للناس زعما اللي تيبداو
فالتحرير هو ان الانسان يبعد على ذوك المواضيع اللي فيهم الجدل بزاف، لان ذوك المواضيع غالبا كيتم تتم الحذف ديال التبديلات ديال ذاك الشخص. ولكن كان مبتدئ كما قلت يقدر مثلا ما يعرفش كيفاش يتعامل مع المساله هذه، ربما كيتعصب الى اخره، من الاحسن يمشي للبلايص اللي هادئ شويه، مواضيع اللي ما فيهاش جدل بزاف، مثلا مواضيع علميه ولا مواضيع عرفت ثقافيه عامه ولا شي حاجه اللي بعيد على المسائل هادو اللي عنده اهتمام بها، مثلا مواضيع ديال الرياضه مثلا حتى هي. وبزاف كاين بزاف مثلا غير مثلا بالنسبه يعني هضرنا على المغرب نيت، كاين بزاف ديال لعابه الكره مثلا ما عندهمش مقالات، لعابه الكره يعني ماشي ربما ماشي الحاليين غيكونوا كلهم عندهم مقالات غالبا، ولكن مثلا في المنتخبات القدام ديال السبعينات والثمانينات بزاف منهم مثلا اللعابه ما يكونش عندهم مقالات، فهذو مثلا ممكن الانسان يخدم عليهم ومن غير رقم خبره، يعني يمشي لذوك المقالات ويحاول يخدم عليهم غادي يراكم الخبره، غادي يزيد عدد التعديلات، كل ما زاد عدد التعديلات فهذا بحد ذاته تعطي واحد المكان اكبر في الويكي. وكاين مثلا بعض الويكيات اللي تيكونوا في مستويات ديال الصلاحيات، الانسان ما تيكونش مدخله عنده الصلاحيات كاملين ديال ديك الويكي، وطبعا حاجه تختلف من ويكي لويكي، يعني من ويكيبيديا الفرنسويه عندها واحد القاعده معينه، الويكيبيديا العربيه عندها قواعد اخرين، الانجليزيه عندها قواعد اخرين، ولكن مثلا بالنسبه لويكيبيديا العربيه عندها مثلا مستويات، كاين مثلا مستخدم مراجع تلقائيا، هو واحد المستخدم اللي فاش كيدير واحد التبديل هذاك التبديل كيبان مباشره في المقال، ففي الاول فاش الانسان تيكون يلاه جديد فاش كيدير تبديل كيكون التعديل معلق، يعني التعديل ما تيبانش بالنسبه للانسان اللي مثلا تيقرا اللي ما دخلش بالكونت ديال ويكيبيديا، ما تيبانليش ذاك التعديل، تيبان ليه المقال في الصيغه القديمه ديالو، فذاك التعديل حتى كيتم المراجعه ديالو عاد تدخل المقال. ولكن الانسان اذا ولا مراجع تلقائيا وكاين مجموعه الشروط، يعني خصو يكون دار عدد واحد العدد معين ديال التعديلات، خصو يكون الكونت ديالو قديم تنظم بشهر على الاقل شهر 30 يوم، تنظر الوقت خصو يكون عنده 100 تعديل في نطاق المقالات، يعني ماشي في نطاق، كاين نطاقات اخرين، كاين مجالات كما قلت كاين مثلا صفحي ديال المساعده، صفحي ديال النقاش، وهذوك التعديلات ديالهم ما كتحسبوش بالنسبه للمراجعه التلقائيه، وخا هما مهمين بطريقه انه يكون عنده الخبره تماك، ولكن بالنسبه للمراجعه التلقائيه خصو يكون عنده خبره في المقالات براسهم، وخصو يكون دار واحد عدد المقالات اللي بجوده مزيانه، تنظر الوقت 50 يمكن 5 المقالات، ديك الساعة تيطلب ديال الطلب وتياخذ مراجعة تلقائيا، فهنا تيولي عنده صلاحيات أكبر، فكما قلت أنه التعديل ديالو تيولي كيبان مباشرة، ماشي ما كيكونش معلق، وعاد كيعطي صلاحية محرر، محرر عاوتاني تيكون عنده صلاحيات أكبر، تنظر من بين أنه تقدر مثلا يراجع التعديلات ديال الناس أخرين، يعني تيقدر يراجع ذوك التعديلات وإما يرفضها أو يقبلها. فوالا يعني كما قلت كاين مجموعه ديال الفرنساوي تنظر كاين عندها عندها واحد السيستم اخر، تنظر تيخص 500 تعديل وتولي الانسان محرر، تنظر الى بقيت عاقل يعني مباشره، ما كاينش مراجعه تلقائيا الى بقيت عاقل. فوالا دونك كاين كل ويكيبيديا تيخص الانسان يقرا يشوف السياسه ديالك كيفاش خدامه ومستويات ديال الصلاحيات، تنظر كاين صفحه في ويكيبيديا العربيه هي ويكيبيديا دو بوان مستويات صلاحيات المستخدم، تنظر الى بقيت عاقل، فالانسان يقدر يقرا ديك الصفحه ويشوف كيفاش يقدر ياخذ دوك المستويات الاعلى. وكما قلت يبعد على في البدايه، يبعد على دوك المقالات اللي فيهم لا كونتروفيرس بزاف، فيهم الجدل بزاف، يركز على المقالات اللي ساهلين اللي ما فيهمش نقاش بزاف، ما فيهمش اعتراضات، ويكون كما قلت يصبر، انه يقدر بعض الاحيان تيجي واحد الشخص وتحيد لك مثلا التعديلات ديالك ولا شي حاجه، فحل مع نقاش، حاول بشويه بشويه، حاول تشوف كيفاش صح المشكل، وزيد على التعديلات، يعني ماشي دير تعديل وتسنى وتشوف واش غادي يقبل ولا لا، بقى تعدل، بقى تطور في المقالات ديال المقالات باش هكا تراكم خبره بشكل اسرع، ولا درتي بزاف التعديلات راه ما يمكنش كلهم يترفضوا، راه غالبا غيتقبلوا عدد منهم، وربما يترفض واحد ولا جوج منهم، ماشي مشكل ديك الساعه، غادي تبقى مستمر وغتبقى كتراكم ديك الخبره بشكل تدريجي. فكما قلت هذو مجموعه من المسائل تنقولهم للناس الجداد، يعني تنقول لهم فوالا يعني انه كاين هذا مستوى الصلاحيات، كاين هذه الطرق ديال التعديل، كاين هذا لاتيتيود ديال الانسان انه هو خصو يكون هو شويه صبور وتتقبل الراي الاخر وتتقبل النقاش الى اخره. نعم السيد منير، صراحة الإنسان خصو يكون صبور باش أنه يتقبل يتقبل يعني ذاك النقاش، وأيضا أنه كيف ما قلتي ما خصناش نحبسو من تعديل واحد، بالعكس خصنا نديرو مجموعة ديال التعديلات ومجموعة ديال الخدمة باش أنه باش تولي عندنا حنا صلاحية في ويكيبيديا.
هنا بغي انت من الناس اللي تيخدموا على المشروع التقني في المجموعة، واش هاد الروبوتات تقدر تعاون في هذا المجال؟ يعني بشكل مباشر في كتابة المقالات ربما ماشي بزاف، لأنه المقالات خص تكون مراجعة ومكتوبة عند الناس، يعني الإنسان هو اللي تقدر يميز بشكل واضح النيونس ديال المعلومات ويراجع بمجموعة المصادر، حتى المصادر اللي ما كاينش في الإنترنت، يعني يقدر مثلا يمشي يقلب في مكتبات ويجيب مثلا كتوبة ويقرأ يعني المعلومات تماك ويدخلها، اللي ربما كما قلت ما تقدر ما تكونش أصلا في الإنترنت، ما موجوداش كاع. فهذه المساله ما يمكنش يعاون فيها يعني دوك لي سكريبت ديال الروبو، خص الانسان ضروري خص يعني واحد الجزء كبير ديال المساهمه خص يكون عند الانسان البنادم هو اللي غيدير هذه العمليه هذه. الروبو يقدر يعاونه في بعض المسائل، يعني مثلا فاش كنديروا مسابقات تلقى الدو دي ليست، تلقى واحد ليستات ديال المواضيع، وهاد الليستات تقدروا يتقادوا بالروبو، يعني اولا دي سكريبت مش ضروري يكون روبو، ولكن تقدر يكون مثلا سكريبت كانت مثلا هاد الشيء هنا مثلا ويكي داتا كتعاون بزاف، لان كاين تيكون بحال شي باز دوني كما قلت لي فيها بزاف ديال المعلومات، بعض منها ما كاينش حتى في ويكيبيديا، يعني كاين بعض كاين بعض لي زونتيتي اللي كاينين في ويكي داتا اللي ما كتلقاش عندها اصلا حتى مقال في حتى شي ويكيبيديا، وهذا اللي كيعطي فرصه باش نقدروا يصايبوا لهم مقالات. فتنمشيو لكي داتا وتنجبدوا مثلا ما عرفتش بغينا نديروا مثلا مسابقه ديال الفنانين في المغرب مثلا، نقدروا نمشيو لويكي داتا وتنديروا واحد سكريبت تيجينيري واحد الليسته ديال الفنانين المغاربه، ومن هنا تقادوا واحد الطابلو تنقولوا للناس فوالا مسابقه ديال تطوير المحتوى الفني في المغرب مثلا، وتكتبوا مقالات على ذوك الاشخاص، يعني يقدروا يكونوا مقالات موجودين في بعض اللغات وما كاينش لغات اخرى، وقدر بعض الاحيان ما تكون حتى شي مقال على هذاك الشخصيه. راه بحال الانسان تيخصو يراعي شويه المساله ديال الملحوظيه، يعني ان واحد لانه واخا يكون واحد الشخص مذكور في ويكي داتا ما تعنيش بان عنده ملحوظيه في ويكيبيديا، يعني انه تحقق الشروط اللي كتخلي انه تستحق ان يكون عنده مقال، لان ماشي اي واحد مثلا تيسمي راسه فنان او لا، قد يكون كاع فنان يعني عندهم بعض الانتاجات او شي حاجه، ولكن قد يكون ما معروفش بشكل كافي بحيث انه تيخصو يكون عنده مقال في ويكيبيديا، ولا ما هضرش عليه مصادر معينه او شي حاجه بحال هكا. فضروري خص الانسان يحل هذه المسائل هذو، يعني الروبوتات كما قلت عندهم محدوديه، ما يمكنش انهم يراجعوا هذه المسائل هذو، الانسان هو اللي خصو يدير هذا الشيء، هو اللي خصو يقلب ويفيري في الملحوظيه ويفيري في المعلومات ويفيري في المصادر اللي حتى اللي ما كايناش في الانترنت ويدير هذا العمل هذا. لي روبوت يعاونوا في مسائل اخرين تقنيه، مثلا يقدروا يزيدوا التصنيفات في المقالات، هادشي تيعاون اكثر حتى في الايجاد ديال المواضيع، يقدر الانسان الا كان كاع كاين شي باز دوني اكسترن مثلا شي سيت ويب اللي فيه مثلا ليست الفنانين، وهذه الليسته مثلا ما كايناش في كي داتا، يقدر بلي روبوت نديروا مساله، ممكن نديروا داك الويب سكريبينغ، الانسان تيجبد داك او الروبو هو اللي تيجبد داك بشكل اوتوماتيكي تيجبد داك المعلومات من داك السيت او من داك الباز دوني، وكيتم التنقيح والتنظيم ديالها يدويا باش نتيقنوا بان داك المعلومات مقادين مزيان داكشي، يا ابخي عاوتاني بسكريبت تندخلوا لك شي الويكي داتا، دونك عاوتاني يعني واحد المرحله اخرى قبل كاع من هذا الشيء كامل من الاستعمال ديال هذه المعلومات في مثلا في المسابقات وغيرها، كاين واحد العمل اخر ممكن يدير قبل كاع، حيت كاين بزاف شخصيات مغربيه اللي ما كتلقاش كاع موجوده حتى في الانترنت، يعني كتقلب على الشخص، يعني مثلا عندي واحد كتاب مثلا ديال معجم اعلام المغرب في القرن العشرين، ما كتلقى بعض الاحيان كتلقى واحد الشخصيه تماك شاعر مغربي او كذا، كتقلب في الانترنت ما كتلقى حتى شي معلومه، ما كاينش كاع جوجل تعطيك زيرو زيرو ريزولتا، يعني كاين بزاف الخدمه خصها دار غير في هذه الناحيه هذه، غير باش ندخلوا معلومات اللي كاينه في الكتوبه يعني اللي ما كاينش في الانترنت باش اصلا تولي موجوده في الانترنت، وكبدايه ممكن الانسان يدخل بدا بوكي داتا مثلا، انه يدخل لك معلومات في بوكي داتا او يدخل ويكيبيديا كاع مباشره، قد يكتب مقال على داك الشخص وداك الشيء، ولكن كما قلت خصو يكون معتمد على مصادر موثوقه، ما يكتبش داك الشيء من راسه ولا يقول راني عارف هذه المعلومه اذا غنكتبها، خاصو يوثق المعلومه، علاش؟ لان حتى لو الناس اخرين، لان كاين ناس اخرين غادي يبغيو يراجعوا ديك المعلومه ولا يبغيو يراجعوا ديك المقال، وخاصهم يشوفوا المصدر باش يقدروا يراجعوا، فضروري ان الانسان يتحرى توثيق المعلومه، وحتى مساله ديال ان الانسان تيغلط، يعني ممكن انه يدير معلومه تحسب لي بانها صحيحه، ولكن يكون هو نسى ولا غلط ولا ما عرفتش، يعني شي مساله من المسائل هذو،
فمزيان انه يراجع المصدر ويتيقن بان المعلومه صحيحه ويزيد تما. يعني مره اخرى باش نرجع، بالنسبه للروبوتات، الروبوتات تيعاونوا في الخدمه، ولكن ما تيديروش، ماشي هما اللي تيديروا الخدمه، شخص الانسان هو اللي يدير الخدمه هذه. نعم، شكرا لك السي منير على الشرح المفصل على طريقة العمل بالروبوتات وللإشارة فقط. راه ديجا هضرنا في واحد الحلقة من الحلقات في الموسم الأول على الروبوتات اللي كتخدموا عليهم، وأيضا في الموسم الثاني كانت الحلقة مع السي الهاشم في إطار تجارب مجموعة من الأعضاء في مختلف المشاريع الويكيميديا المغربية. سي منير، هنا الا بغينا نهضروا على، لانه دائما حنا تيقولوا لنا لا زعما نتوما خصكم ديروا خصنا ندير خصكم ديروا خصكم هذه خصكم هذه، من مورا هذه الحلقة هذه، واكيد الناس غادي يسمعوا غادي يعرفوا انه راه ماشي المجموعة ديال المستخدمين الويكيميديا المغربي هي اللي مسؤولة، ولكن راه حنا مسؤولين كاملين باش اننا نحميو التاريخ والتراث المغربي. يعني يجب علينا احنا كمواطنين وكمتطوعين نخدموا عليها، ماشي مجموعة ديال المستخدمين ويكيميديا المغرب. هنا كيفاش يمكن هاد الافراد اللي يقدروا انهم يساهموا في الاطراء ديال المحتوى المغربي؟ كما قلتي فعلا ان ويكيميديا المغرب هي ماشي كما قلت، ما عندهاش شي مشروع خاص بحمايه التراث او تطوير التراث المغربي. الافراد بطبيعه الحال تيديروا هادشي، لان الاعضاء ديال ويكيميديا المغرب راه تيكتبوا على المواضيع المتعلقه بالمغرب، وتيديروا هذه مجهود، يعني مجهود فردي في هذه المسائل هادو. ولكن طبعا كافراد يعني قلال، ما يمكنش انهم يديروا الخدمه كلها. وكما قلت كاين مواضيع اللي متشعبه ومعقده بزاف، وتيخص بزاف ديال الصبر وبزاف ديال الوقت باش الانسان يعرف كيفاش يخدم عليها. والانسان العادي حتى هو يقدر يعاون كما قلت، يعني انه الفكره ديال ويكيبيديا هي انه واحد المنشوره اللي كتطور بشكل تشاركي وتدريجي. يعني ماشي ضروري الانسان خص يكون هو مثلا خبير ديال التراث المغربي باش يصلح المقالات، او لا خبير في تاريخ ديال الطاجين مثلا باش يصلح المقال ديال الطاجين. يقدر الانسان يصح معلومه صغيره، هو يعني هو كفرد من بين واحد مئات ولا الاف ديال الاشخاص اللي تكتبوا في ويكيبيديا. يعني اذا كانوا مثلا مجموعه المغاربه طوعوا وبداوا، يعني كان عدد كبير المغاربه طوعوا وبداوا تيخدموا، راه غير مساهمه صغيره ديال كل واحد غادي تعطي واحد المفعول كبير بزاف. ماشي ضروري كل شخص خصو يدير واحد المقال على قدو ويبحث بواحد البحث متعمق ويقلب مزيان، ماشي ضروري. طبعا غيكون مزيان انه يدير الخدمه، وهذه حاجه مزيانه، لانه كاين مقالات اللي ربما تيكونوا ناقصين مثلا في ويكيبيديا، ويقدر شخص واحد يجي ويكتب مقال اللي مفصل ومزيان على واحد الموضوع، وكتطرح المساله هذه. يعني كان يعني مجموعه المقالات اللي شفتها انا، اللي بعض الناس اللي جاوا يعني المقال ما تيكونش موجود كاع، وتيجيو يعني فقط شخص واحد تيكون متخصص مثلا في شي مجال او مهتم به بزاف، وتيبحث به مزيان باش متعمق، وتيجي تكتب مقال كامل دقه واحده تيقادو، وتيكون مقال اللي بجوده مزيانه. ولكن ماشي ضروري ديما المقالات تكون هكا، يقدر الانسان يبدا بشكل صغير، يقدر مثلا يقلب في واحد المصدر اللي هو عنده واحد الموثوقيه مزيانه، مثلا كتاب على موضوع متعلق بالتراث المغربي مثلا او التاريخ المغربي، ويشوف مثلا شي موضوع اللي ما كاينش في ويكيبيديا، ويكتب مثلا مقال فيه جوج فقرات مثلا. مش ضروري كما قلت، ماشي ضروري يكتب مقال مفصل ولا شي حاجه، مقال فيه جوج فقرات، فيه مصدر ولا جوج او ثلاثه كاع، نقول من الاحسن يكون ثلاثه المصادر مثلا، لان كاين مساله الملحوظيه كما قلت، ملحوظيه ضروري خص يكون واحد المجموعه كافيه من المصادر اللي كتثبت الملحوظيه. فتنظن عاده على الاقل تطلبوا ثلاثه المصادر، من الاحسن يدير ثلاثه المصادر من غير كان واضح ان المساله عندها ملحوظيه. ما كما قلت، واحد الانسان اللي جديد ربما ما يقدرش يميز المواضيع مزيان، فمن الاحسن انه باش يثبت الملحوظيه يجيب على الاقل ثلاثه المصادر فاش يكتب المقال. وكما قلت، المقال ماشي ضروري يكون كبير طويل بزاف ومفصل، يكتبوه بشكل واضح وبسيط. اذا كانوا فيه اخطاء شويه ماشي مشكل، راه كاين الناس غادي يجيو موراه وغادي يصلحوا داك الشيء. كما قلت، مساله تشاركيه، ماشي يعني الانسان ما يكونش بيرفكسيونيست في دماغه، خصو يكتب شي حاجه بارفيت ولا صافي ما كاين والو، يكتب داك الشيء اللي عنده هو، اللي قادر عليه هو. اذا اصلاحات صغار مثلا، يقدر يدخل المقال ويشوف شي حاجه صغيره مثلا خصها تصلح، سواء في الاملاء او لا في البونكتواسيون كاع، مثلا خص غير شي فاصله ولا شي نقطه مثلا. راه حتى هذه راه يعني انا شخصيا باش بديت في ويكيبيديا، راه ما كنتش كدير شي اصلاحات كبار، كنت غير كنصلح فاصله نقطه، ربما شي واحد غلطوا ليه في الجنسيه ولا شي حاجه كنبدل تنبدل تنقاد ليه الجنسيه مثلا، وشي مسائل بسيطه في الاول.
عاد مع الوقت كيبدا الانسان كيبدا كيتشجع وتتعلم كيفاش يخدم في ويكيبيديا وتبدا تدير مثلا اكبر شويه بشويه. فنفس الفكره كما قلت، الانسان اللي مهتم بواحد الموضوع معين يقلب فيه شويه، اذا كان مقال ما موجودش على هذا الموضوع يكتب ذاك الموضوع يكتبه، ويقدر مثلا يقلب حتى في مواضيع موجوده ديجا ومنها يتعلق ويكتب مواضيع اخرى. مثلا يعني الا مشى الانسان مثلا مواضيع متعلقه بالطبخ المغربي، مثلا كاين مثلا واحد كاين واحد تومبليت، يعني واحد قالب في التحت ديال المقال عاده تيكون اللي تيكون فيه مجموعه ديال المواضيع متعلقه بالطبخ المغربي مثلا، فيقدر يلقى بعض الليانات بالحمراء، يعني ديك الليان بالحمراء كتعني بانك المقال ما كاينش، فيقدر هو يشوف ذاك المقال. مثلا يقدر مثلا يمشي المقال ديال الطاجين مثلا ولا ديال الكسكسو ولا شي حاجه بحال هكا، ولتحت يلقى التومبليت ديال الطبخ المغربي، وفاش تيحل ذاك التومبليت تيبان ليه ما عرفتش انا بان المقال على الفقاس مثلا ما كاينش، او المقال على كعب الغزال مثلا ما كاينش، فيقدر مثلا يمشي ويصيب ذاك المقال، يعني ما كاينش موجود طبيعي ما عرفتش انا واش كاين ولا كاين ما كاينش، ولكن يمشي ويصيب ذاك المقال مثلا، فمن تما يقدر ينطلق يعني باش يلقى المواضيع اللي ما كاينينش. حيت الاشكال اللي كاين هو بعض الاحيان يقدر الانسان يكتب العنوان ديال الموضوع بواحد الشكل، ولكن الموضوع راه تيكون موجود ديجا ولكن غير الارتوغراف مبدل شويه، دونك هنا تقدر يطرا المشكل هذا. فباش الانسان يحضر راسه خصوصا في البدايه، من الاحسن ينطلق من المقالات الموجوده ديجا ويشوف دوك الليانات الحمر اللي كاينين سواء في القالب التحتاني او لا في وسط المقال، ومنها ينطلق ويصايب مقاله جديده. وكما قلت يبدا خطوه بخطوه، ما يفترضش انه راه يكون خبير وعارف مزيان ويقرا 20 كتاب على واحد الموضوع عادي يجي يبدا يكتب مقال عليه. يقرا واحد المقال اللي هو كما قلت بواحد الموثوقيه مزيانه، وهنا كما قلت باش يعرف شنو هما المقالات اللي عندها موثوقيه مزيانه او المصادر اللي عندها موثوقيه مزيانه بالاحرى، يمشي مثلا المقالات كما قلت لي موجوده. هذه هو الفكره، يعني ان ديما الانسان فاش يبدا شي حاجه جديده، يعني مثلا بحال شي بيبي صغيور مثلا، واحد يعني دري صغيور، ذاك المحيط ديالو تبدا ينقل منه، تيقول مثلا تشوف هذا كيدير بحال هكا كيدير بحالو، تشوف واحد تيهضر بواحد الطريقه تيهضر تاهو بحالو، تيتعلم كلمات هكا. هذا الشيء طبيعي، الانسان فاش كيبدا واحد حاجه جديده ما تيكونش عارف كيفاش يديرها، تيبدا بالنقل هو الاول، تيشوف شي حاجه موجوده ديجا وتيحاول يدير بحالها. حتى الطريقه ديال كتابه المقالات مثلا، يقدر يشوف مقال موجود ديجا ويحاول يكتب بواحد الطريقه كتشبه ليه، يقدر كما قلت المصادر باش يعرف شنو المصادر اللي مستعملين واللي مقبولين في ويكيبيديا، يشوف المصادر اللي كاينين في دوك المقال، نوع المقالات اللي هو باغي يكتب بحالهم، ويشوف دوك المصادر واش هضروا على نفس الموضوع مثلا. فوالا، يعني بحال النقط هذو، وكما قلت يبدا بشكل بسيط وصغير، وبشويه بشويه يحاول يطور يعني الكتابه ديالو حتى يكتسب خبره ويكتسب حتى سمعه مزيانه في ويكيبيديا، ويطلع في مستويات الصلاحيات لواحد النقطه اللي كتشوف كيولي عنده واحد نقولوا تيولي عنده واحد السمعه مزيانه في ويكيبيديا، والتبديلات ديالو الاضافه ديالو تيكون مقبوله اكثر. يعني فاش كيجي مثلا اداري تيراجع او لواحد شخص اخر تيراجع تيطلع المقال، تيقول اه هذا الشخص هو يدير هذا، يعني راه هذا الشخص ثقه، راه عنده واحد انه ثقه فيه، اذا ما تي ما تي ما تي ربما تي طبعا المراجعه كتكون في جميع الحالات، ولكن ما تعترضش بشكل كبير بزاف، تيقول راه انا عنده واحد الفكره اللي انا ما فراسيش، وراه فهمتي هذه المساله راه مزيانه دونك فوالا. ولكن اذا انت فاش يكون جديد طبيعي انه تكون كتكون مراجعه ادق اللي شي يدير، لان الافتراض انه ذاك الشخص ما عارفش واش يدير وباقي جديد وباقي ما عارفش السياسه وباقي ما عارفش المسائل التقنيه وداك الشيء، فكيتم التمحيص ديال داكشي بشكل ادق بزاف، وربما بعض الاحيان تيكونوا بعض شويه ديال الظلم في الطريقه ديال التعامل، ربما كيتم تحياد ديال الاضافات ولا ديال التعديلات اللي هي مزيانه، ولكن بما ان شخص جديد تيفترضوا انه راه ما تيعرفش كيدير مثلا وتيحيد داكشي مثلا، هذه مساله ما مزيانه تدار صراحه، لان خص يكون نقاش. هذه مساله هضرنا عليها شحال من مره، يعني في الورشات ومؤتمرات ديال ويكيبيديا فاش كتلاقى مع مجموعه الناس وداك الشيء، تنقولوا ان راه خاص الناس الجداد ما خصكش تخلعوهم ونجريو عليهم مثلا، راه خاص نهضروا معاهم شويه وبلاتي وتشرح ليه راه ما عارفش، فهمتي راه عادي انه ما غاديش يعرف انه جديد، تشرح ليه بشويه تشرح ليه بشويه حتى يوصل سميتو، وما تفطرش سؤنيه، لان يعني ماشي انسان اللي دار واحد الغلط في ويكيبيديا راه هو جاي مخرب، راه جاي باش يخرب ويكيبيديا ولا جاي باش يلعب. وبعض الاحيان كاع كاين حالات يعني الناس اللي بداوا في ويكيبيديا بالتخريب، يعني كاين انسان اللي يعني فعلا هذه المساله كاينه، انا كاين دي زيديتور اللي اول مره اول انتراكسيون ديال مع ويكيبيديا حساب لهم بان راه
يعني السيبا اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، تدخل وتحيد مثلا، تخوي محتوى المقال ولا تزيد شي حاجه اللي ما عندها حتى معنى. ولكن لانه الاستجابه كتكون ايجابيه، ماشي كتقول اه الانسان خايب ما مزيانش وغادي نبلوكيه مثلا، كتجي عنده كتقول ليه شوف اخي راه ولا اختي راه كيفاش خصك دير في ويكيبيديا، الطريقه اللي درتي راه ما مزيانش، او هذا الايديت اللي درتي ما مزيانش. فاش كيكون التعامل مزيان، ذاك الانسان ربما تيحشم، ربما تيفهم بانه راه تيفهم، يعني كيكون ربما كما قلت الاشكال تيكون احيانا غير سوء فهم، تحسب لانه حسيت العشوائي وتكتب فيه نابورت كوا، تدخل وتبدا تكتب نابورت كوا. ولكن فاش كيعرف انه راه كاين واحد مراقبه ومراجعه، وكاين واحد المساله جديه يعني في الكتابه وداك الشيء، ربما تيعجبو الحال وتيعجبو انه يبدا يكتب بشكل سميتو. وطرات فعلا كما قلت لك المساله، كاين ناس يعني معروفين في المجتمع الويكيميدي اللي بداوا كمخربين، يعني بدا في الاول اول ايدي داروا تخريبي، ومن بعد لانه كان واحد التعامل مزيان مع ذاك الشخص هذاك، ما كانش واحد الاستجابه اللي كما قلت لي هي عنيفه، مثلا انه كتبلوكي ذاك الشخص ولا كدير له انذار، يعني كتخلعه ولا شي حاجه كومسا، تيستجب بشكل مزيان حتى هو، وتيولي تكتب مزيان في الويكلي. ولكن كما قلت بالنسبه للناس المبتدئين، يعرفوا انه راه كان مسائل كيطراو وعاديين، ويبداو بشكل تدريجي وصغير. هذا هو الفكره الاساسيه في هذه المساله. شكرا لك بزاف سي منير على الشرح المفصل في هذه النقطة هذه، وللأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة، وخا صراحة كانوا بزاف الحاجات اللي خصهم مازال يتقالوا، وزعما الموضوع فيه بزاف الحاجات اللي مهمين واللي خصنا نزيدو نقولوهم. ككلمة أخيرة شنو ممكن تقول لنا سي منير؟ كلمة أخيرة، المهم نتمنى أنه الناس يتشجعوا باش يكتبوا في ويكيبيديا، ما يخافوش، ما يحقروش راسهم، يعني ما يقولش أنه أنا ماشي خبير، أنا ما تعرفش في هذا الموضوع، إذا ما نكتبش مثلا. ماشي ضروري يكتبوا كاع في مواضيع متعلقة بالتراث، يقدر يكتبوا في مواضيع أخرى، وكما قلت تما كيعطي الإنسان يراكم من خبرة، وفي واحد السياق اللي هو هادئ، ما فيش الجدل بزاف، ما فيش صراعات بزاف. يعني مزيان انه يبعد شويه من ذوك المناطق ديال الجدل، ويراكم الخبره شويه، وعادي يبدا يمشي لذوك المواضيع، ولا يبقى يمشي لهم مره. انا شخصيا انا ما تمشيش ديما لذوك المواضيع ديال متعلقه بالتراث، لانها فريمون كتكونسومي الوقت بزاف. يعني الانسان يعني فاش تيبدا يخدم عليها، تيبقى مثلا ربما يقدر مثلا ويكند كامل يدوزوه تيخدم على موضوع واحد، في نقاشات وكذا، وتقلب في المصادر، وتعديل في المقال، يعني يعني داكشي تيكون صوم الوقت بزاف، لانه الموضوع تيكون مثير للجدل بزاف، وماشي سهل باش كيما باش تبدل فيه، وتيكون اعتراض كبير. يعني كيما قلت كاين واحد الصراع شويه نقولوا على المقال، فباش انسان يوصل لحاله مستقره لذاك المقال اللي كتعكس المحتوى ديال المصادر، تيخص مجهود كبير بزاف. وبالتالي تيخصو بلوكي واحد الوقت خاص غير بهذا مثلا واحد الموضوع معين، مثلا كلمه واحد الويكاند مثلا تركز غير على موضوع معين، ويقدر يشد وقت اطول. يعني كلمه المواضيع اللي معقده بزاف تقدر تشد يعني اسابيع ولا شهور كاع ديال الخدمه، باش الانسان يقدر يفصلها لحاله مستقره في الخدمه، الا كان طبعا مركز عليها بشكل كامل. فاللي تندعو الناس انهم يديروا هو انه يتشجعوا باش يديتوا في ويكيبيديا بشكل عام، ماشي بالضروره غير المسائل التراثيه، في المواضيع اللي كيهمهم بطبيعه الحال، ماشي خصو يكتب شي حاجه اللي ما كتهموش، ولا شي حاجه يشوف شي موضوع اللي كيهمو ولا تيعجبو يكتب فيه ولا هذا، ويشوف شنو ناقص فيه، ولا شنو اللي موضوع ربما ما كاينش كاع في ويكيبيديا مثلا، ويزيدو. كما قلت ما يحقرش راسو يكتب، الا كان مشاكل راه غادي يتم الاصلاح ديالهم، الا كان مثلا اخطاء املائيه ولا اخطاء في ولا مثلا معلومات ناقصين او حتى معلومات غالطين، راه يقدر هو عاود يرجع ويصلح داك الشيء من بعد، ولا يقدر شخص اخر يصلح داكشي من بعد. ديما يدير التوثيق، ديما يراجع المصادر، ما يديرش حاجه غير من راسه، يعني واخا يكون واثق ان المعلومه صحيحه، يحاول يقلب على المصدر اللي فيه ديك المعلومه ويزيدوا تما. وطبعا المصادر الموثوقه في العاده ما خصهاش تكون مثلا مصادر اللي قابله للتعديل من طرف شخص واحد، مثلا اي حاجه متعلقه بالسوشيال ميديا مثلا فيسبوك يوتيوب غيرها، عاده ما كتستعملوهاش، لان اي واحد يقدر يدخل ويدير شي حاجه، اي واحد يقدر يدخل ويبدل ويكتب اللي بغى، مثلا مقال مكتوب في فيسبوك مثلا، اي واحد يقدر يكتب مقال ويكتب فيه اللي يعجبه، ما يمكنليش نستعمل هذا كمصدر. بالمقابل لو مشيت مثلا مقال صحفي ديال شي جريده ولا مجله معروفه، هنا لان كاين واحد الخط تحريري، كاين واحد المراجعه عاده ديال المحتوى الى اخره، كتعطي واحد المصداقيه شويه اكبر لذاك المحتوى، خصوصا اذا كان مدعوم من مصادر اخرين، وعاد طبعا المصادر الاكاديميه والكتب الى اخره.
فوالا دونك هذه هي سميتو. وكما قلت الانسان ديما يسول ديما يسول، الا ما عرفش شي حاجه ما فهمش شي حاجه بغى غير بار كيوريوزيتي غير فضول بغى يتعرف على شي حاجه يسول. كما قلت كاين الكونتاكت ديال ويكيميديا المغرب، كونتاكت ات ويكي موروكو بوان اورغ، ولا مثلا في فيسبوك يعني يقدر الانسان يكونتاكت الصفحه مباشره، وفي ويكيبيديا براسي يقدر يكونتاكت الناس اللي تعرف انهم تيديتو في ويكيبيديا يسولهم على اي مسائل اللي بغا. او كاين صفحي ديال النقاش، كاين صفحي ديال الكومينوتي، يعني المهم الانسان يقدر يسول عاده في الصفحه الاولى ديال ويكيبيديا، ديال اي ويكيبيديا راه تكون الصفحه مكتوبين في شي بلاصه، يعني الا قرا غير الصفحه الاولى بقى يقلب فيها غادي يلقى تماك ليان ديال دوك الصفاحي ديال الكوميونيتي، وتماك يقدر يسول اي سؤال. يعني الا بغى يتعرف واحد جديد كاع ما عارف والو على ويكيبيديا يقدر يسول تماك. كاين صفاحي اللي كيشرحوا شنو هي ويكيبيديا او شنو هو التصنيف او شنو هو مقال، يعني كل هذه المسائل التنظيميه والتقنيه كلهم كاينين مشروحين تماك، حتى الانسان غير يقلب ويسول هادشي اللي كاين. اذا كما قلت باختصار، الانسان يتشجع يحاول ايديتي، ماشي ضروري يقرا ايديتي ديما في المقالات اللي كتثير الجدل. اذا كانت ايديتي في مقال اللي كتثير الجدل يكون صابور شويه، ياخذ الوقت يقلب مزيان في المصادر، يراجع، يكون مجد لذاك الموضوع ويبلوكي الوقت كافي لذاك الموضوع، لان الموضوع كما قلت اذا كان معقد تياخذ الوقت في الخدمه، ممكن ما يتعصبش ياخذ وقته بكل هدوء، داك الشيء غيتصلح مع الوقت، خاصو غير متابعه، خاصو متابعه وبشويه بشويه راه غيتصلح، يعني ما يجيش الاحباط ويقول راه هادشي ما يمكنش يدار، ولا راه كاين هاد الناس هادو متآمرين ولا ضد التراث المغربي، اذا راه صافي راه ما غيتصلح داك الشيء. هاد المساله ما كايناش، جميع اطراف ويكيبيديا راه عندهم نفس السلطه اللي بغينا نقولوا. كاين اشخاص اللي عندهم صلاحيات اكبر، مثلا الاداريين ولا محررين تيكون عندهم صلاحيات اكبر، ولكن راه اي انسان راه يقدر يولي محرر ولا اداري، تيخصو غير ياخذ وقت كافي باش يراكم الخبره ومعرفه تقنيه ومعرفه تنظيميه، وراه يقدر يولي حتى هو اداري ومحرر ويقدر حتى هو ياخذ دوك الصلاحيات. وحتى في هذه الحاله كما قلت، اذا رجع للكومينوتي رجع للجماعه، راه غالبا الجماعه كتكون عندها واحد التوندونس باش تمثل المحتوى اللي كاين في المصادر، لان كما قلت يكونوا بزاف الاراء مختلفين، فهذا جوستومون هذا هو الفكره ديال الويكيبيديا، انها كتعكس محتوى المصادر. وبالتالي غيكون واحد نوع الحياديه، غير باننا نرجعوا للقرار الجماعي ديال المحتوى، ماشي يكون قرار فردي ولا قرار غير جوج اشخاص متعارضين بيناتهم. وفوالا يعني هادشي اللي كاين، يعني كاين حتى ميكانيزمات ديال النقاش وداك الشيء ومستويات ديال النقاش، ممكن الانسان الا خطر عليه مشكل في النقاش مع شخص واحد على واحد الموضوع يقدر يرجع كما قلت يرجع للكوميونيتي. كاين مثلا في ويكيبيديا الانجليزيه كاين ار اف سي مثلا، كاين في كاين صفحي ديال ديسبيوت ريزولوشن او حل النزاعات، يقدر يدخل لهم ويطرح النزاع ديالو المشكل اللي عنده، ويشوف الكوميونيتي شنو غادي تقول او الاداريين شنو غادي يقولوا الى اخره. وكما قلت المتابعه هي اهم حاجه في هذه المساله هذه، لانه مع الوقت راه عاجلا ام اجلا الى المعلومه كاينه في مصدر موثوق راه غادي تدخل ويكيبيديا كما كان الحال، ما كاينش واحد يقدر يحبس ان المعلومه تدخل، خاص غير الانسان يبقى متبع ويعرف هاد الميكانيزمات هادو ويكون تيصبر ويمشي بدقه بدقه مع هاد المسائل هادو. شكرا لك بزاف سي منير على الوقت اللي عطيتينا وعلى المعلومات اللي تقسمتيهم معنا في اطار هذه الحلقه هذه، وشكرا على روح التطوع اللي تتاخذ من وقتك من بزاف الحاجات على في ويكيبيديا، او لا تصلح واحد الخطا فيها او لا، هذا دونك راه ماشي سهله. وبالنسبه للمتابعين ديالنا الافاضل سي منير، انه ممكن انكم معنا سواء عبر الايميل او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما عليكم الا تخليو لنا الرساله ديالكم وحنا غادي نتواصلوا معكم. ودائما كما نقول، فالتطوع للتطوع اهميه كبرى في جميع مناحي الحياه وفي ويكيبيديا ايضا، فما تبخلوش لينا بالتطوع ديالكم. شكرا لكل من استمع الينا ووصل للنهايه، كنتم مع الحلقه الرابعه من الموسم الثاني من برنامجكم ويكي بودكاست، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا، نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات، شاركوا الحلقة مع أصدقائكم.
أصدقائكم، أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة. شكرا لكم، نلقاكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد وموضوع جديد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.